بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من الماتش يوم الاربعاء اخر ايام الاسبوع الرياضي لمده ساعتين كالعاده. هنتابع باذن الله كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا، منورنا كالعاده من بدايه الحلقه. النهارده في اوروبا بتتلعب اخر مباراتين في هذا الدور، وفي هذا الدور بيلتقي من شويه او بيلعب دلوقتي الشوط الثاني هيبدا يمكن ريال مدريد مع اتلانتا في ايطاليا. وريال مدريد كانت المباراه متكافئه لحد ما في ايطاليا طرد لاعب من فريق اتلانتا فريلر، والطرد ده غير المسار خلاص. ريال مدريد بقى هو المسيطر، بل واهدر عده فرص كان ممكن انه يتقدم بيهم بسبب انه مسك نص الملعب تماما بعد هذا الطرد، اعتمادا على كل اللي موجودين في نص الملعب بقى، سواء ايسكو او باسكيز او مودريتش او كروس، يعني الدنيا برضو زحمه في نص الملعب، فالريال مسيطر تماما. الناحيه الثانيه سيتي لا يتوقف، سواء بقى كان محليا على ملعبه في السيتيزنز في الامارات او في الاتحاد عفوا، او كان خارج ملعبه في انجلترا، او حتى بيلعب في اوروبا فبيكسب، بيكسب متقدم بهدف سجله برناردو سيلفا بعد عرضيه من كانسيلو اللي بيلعب ناحيه الشمال. تقدم في الشوط الاول للسيتيزنز، وهناك في ايطاليا تعادل ما بين اتلانتا وريال مدريد. نسخه اتوقع كده ان حتى الان واضح ان بايرن قوي فيها، لكن اتوقع ان الريال بيشد حيله قوي في اوروبا السنه دي. تعالوا نستعرض تشكيل المباراتين قبل ما ندخل في شويه نقاط محليه من عندنا. ريال مدريد مع اتلانتا، كورتوا في حراسه المرمى، ناتشو وفاران في قلب الدفاع، باسكيز وميندي على الطرفين، كازيميرو، ايسكو، كروس، مودريتش موجودين في نص الملعب، واسينسيو وفينيسيوس في الهجوم. فينيسيوس ضيع فرصه خطيره. اتلانتا الناحيه الثانيه جوليني هو اللي في حراسه المرمى، جيميستي وروميرو ورافائيل تولوي ثلاثه في قلب الدفاع، فرولر اللي طرد وديرون وماتيو بيسينا، ماهيلي وجونسيس طرفين يمين وشمال، وموريل وزاباتا بيلعبوا في الهجوم، وزاباتا نفسه بيقال انه جاله شد بين الشوطين او يعني قبل نهايه الشوط. الناحيه الثانيه بقى سيتي، ادرسون ودياز ولابورت على في الموجودين ثلاثه وزي قدامكم، كايل ووكر وكانسيلو على الطرفين، جندوجان ورودري وفودن، قدامهم برناردو سيلفا وجيسوس وستيرلينج. اما منافسه بروسيا مونشنجلادباخ فيان سومر والفيدي ودينيس زكريا وماتياس جينتر، نيوهاوس ويوناس هوفمان وكرامر، ستيفن لاينر وبن سبعيني، وفي الهجوم ستندل والساني يبليا. ده تشكيله مونشنجلادباخ المتاخر قدام مانشستر سيتي دلوقتي. طيب الاهلي وصل الحمد لله، والزمالك وصل الحمد لله بعد خساره بالنسبه للاهلي في دوري ابطال افريقيا بالامس امام سيمبا التنزاني، وبعد تعادل بالنسبه للزمالك في السنغال امام تونجت بدون اهداف، ليصبح الاهلي دلوقتي في الجوله الثانيه مع 4 نقاط، اما الزمالك بيصبح في ترتيبه بواقع نقطتين متساويه مع المولوديه، لان الفريقين قد تعادلا في اول جولتين. عندنا شويه تفاصيل كده عن اللي هيحصل الايام اللي جايه بالنسبه للقلعتين الكبيرتين، لكن بدات الانديه تعرف مين من لاعبيها سينال شرف ارتداء منتخب مصر في معسكر مارس. الفاكسات اتبعتت والقوائم قد علمت، والأندية خلاص بدأت تجهز وتحتفل بأن لاعبيها بينضمون للمنتخبات الوطنية، وهو منتخب مصر تحديدا في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة للبطولة الإفريقية في 2022. مثلا طلائع الجيش النهاردة تلقى خطابا بيقول أنه الثنائي أحمد سمير ومهند لاشين سينضمان من طرفكم إلى طرف المنتخب علشان يخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر. معنا على التليفون احد نجوم المنتخب القادمين، اللي واضح انه اقتناع حسام البدري بيه قد امتد خلال السنوات اللي فاتت حتى ضمه في منتخب مصر. بتكلم على مهند لاشين. مهند اهلا بيك، منورنا ومبروك الانضمام للمنتخب. حبيبي كابتن هاني، الحمد لله فضل من ربنا، والله يبارك فيك حبيبي. دي اول مره منتخب مصر. بالظبط، دي اول مره وان شاء الله ما تكونش اخر مره يعني. باذن الله بيكون حدث تاريخي بالنسبه لاي لاعب. انت الحقيقه السنوات اللي فاتت ظهرت بمستوى رائع في مختلف الانديه، سواء مع الاسيوطي او بيراميدز ودلوقتي مع طلائع الجيش، ف يعني بعد كل المجهود ده بتنضم للمنتخب، احكي لي بقى عن الاحساس. والله هو في الاول وفي الاخر ده فضل من ربنا وكرم كبير قوي ونعم بالله. حضرتك عارف يعني لاعب الكوره رقم واحد بالنسبه له انه يمثل منتخب وطن، وده شرف كبير وده حلم بيبقى موجود عندك، وخصوصا انك متربي في نادي زي النادي الاسماعيلي، فالحاجات دي بتبقى اساسيه عندك من جواك يعني تتربى عليها. صح. طيب انت انت ازاي اتبلغت بالخبر وحاسس ان الخطوه بقى، بما انك وصلت يمكن لقمه المستوى بتلعب في المنتخب، ازاي تثبت رجلك بما انك قلت اتمنى ما تكونش الاخيره؟
اه بالظبط، هو رقم واحد بالنسبه لي. الحمد لله ان الواحد بيرضي ربنا في شغله وبيرضي ربنا بره وجوه ونعم الملعب، بالله. ده بتفرق طبعا. آه تاني حاجه بتلتزم في تمرينك وبتركز وبتحاول تنفذ المطلوب منك. آه النهارده تلقيت الخبر، يعني انا دايما بروح قبل اللعيبه ساعه كده بتمرن لوحدي في الجيم، يعني مع الكابتن سيد عبد القادر وكده. ايوه فلقيت العميد احمد مكلمني وكابتن مختار وكابتن ياسر، طبعا بشكرهم لان هم وقفوا جنبي الفتره اللي فاتت. هم لقيتهم مقابليني في النادي وبيباركوا لي وبيقولوا لي ان شاء الله المعسكر الجاي انت موجود في المنتخب وكده. فطبعا يعني خبر اكيد حضرتك حاسس من صوتي حتى، يعني حاسس الموضوع طبعا. طبعا كان فارق معايا جدا، ويمكن دي من افضل التمرينات اللي اتمرنتها في حياتي، لان نفسيا خلاص انت بتحقق حلم من احلامك الكبيره اللي نفسك تحققها يعني. مظبوط. طيب ففضل من ربنا الحمد الحمد لله. لله كابتن مهند. يعني الكابتن حسام البدري من زمان مقتنع جدا بمهند لاشين، لما كان بيدرب الاهلي كان عايز مهند لاشين، لما راح مسك بيراميدز كرئيس نادي صمم على بقاء مهند لاشين، ودلوقتي بيروح المنتخب فبيضم مهند لاشين. واضح ان في كيمياء او في اقتناع واضح من المدرب الوطني حسام البدري بالنسبه له ليك. والله كابتن حسام مدرب كبير، وشخصية الكابتن حسام نعرفها كلنا ان كابتن حسام ما عندوش مجاملات طبعا، ما عندوش اسامي لعيبة كبيرة صغيرة، كل واحد بالنسبة له. ففترة انه كان محتاجني في النادي الاهلي، فعلا الحمد لله فضل من ربنا كنت ماشي كويس وخلاص قريب. موضوع وجودي في بيراميدز كان هو رئيس النادي، طبيعي ده يبقى يحصل ان اكون اكمل معاه، خصوصا ان هو اللي كان طالبني في النادي الاهلي بالاسم. مظبوط ما في بيراميدز ما لعبتش كتير، حتى وهو كان رئيس النادي لعب صح. ما لعبتش، ما خدتش وقت كتير قوي وفرصه كبيره وهو موجود، فده معناه ان هو فعلا ما كانش بيتدخل. اما وجودي مع في منتخب مصر فالحمد لله ده فضل من ربنا. هو مقتنع بيا تمام، انا يعني مع حضرتك فيه، لكن هو ما عندوش حته الكيمياء والكلام ده. مفهوم هو عندك موجود في الملعب دلوقتي، انت عندك مين كويس ومين لا، ده معروف عن كابتن حسام من زمان. مفهوم. طيب بالظبط الحمد لله. بانضمامك باذن الله لاول مره، واللي بتقول ان شاء الله مش هتكون الاخيره، يعني بتنضم لعدد من اللاعبين الموجودين في المنتخب او اللي هينضموا، بنتكلم على اللاعبين اللي موجودين من فتره، سواء طارق حامد، سواء محمد النني، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اسماء واسماء. شايف ازاي المنافسه علشان تثبت رجلك وتقنع سواء في ماتشين اللي جايين او تستمر الفترات اللي جايه ان شاء الله؟ والله يا كابتن، انا حضرتك عارف يعني هو قبل كده، قبل الاسامي الكبيره اللي حضرتك قلتها، في اسامي اكبر منها وفي اسامي كبيره كانت موجوده. كل مظبوط. واحد بيستنى فرصته وكل واحد بيستنى دوره. فهو دورك لما يجي لك الجدعنه اللي بتمسك فيها. كابتن طارق طبعا لعيب كبير وعنصر اساسي، سوليه، حمدي، لعيبه كبيره كلهم موجودين، كابتن نني طبعا. لكن انت رايح يعني مهند رايح، ان شاء الله يكون اضافه ويكون منافس ليهم في المكان. هم قبل كده كانوا رايحين على لعيبه كبيره صح. وقدروا يثبتوا نفسهم ويبقوا رقم واحد في مكانهم، برضو ده انا محتاج اعمله، وان شاء الله نمشي على الخطه اللي قبلنا ونقدر نثبت ان نبقى موجودين دايما يعني. قدها ولعيب كبير واستحقيت الانضمام اخيرا ان شاء الله ما تكونش الاخيره زي ما بتقول. طيب اتفضل من ربنا. بعيدا عن اتفضل المنتخب، يوم الاحد اللي جاي عندكم مواجهه قويه جدا مع الاهلي في الدوري، وانتوا شايفين طبعا الاهلي راجع من برونزيه المونديال لكن خساره قدام سيمبا، شايف ازاي المواجهه دي كابتن مهند؟ والله. هو حضرتك في مباراة الاهلي والزمالك مباراة خاصة يعني للعيبة، حتى لو الفرقة فايقة او لا، دايما في مباراة خاصة للعيبة. النادي الاهلي طبعا نادي كبير جاي من برونزية طبعا، لكن موضوع الخسارة الاخيرة ده ممكن شوية يكون اثر، لكن فاحنا هنحاول نستغل ده. طبعا النادي الاهلي كبير وما بيتاثرش بالحاجات دي، لكن برضه في اجهاد على اللعيبة ان هم جايين برضه من افريقيا، هيلعبونا عندهم افريقيا بعدنا، كل ده في حساباتنا في الاول في الاخر. دي كلها حسابات انت بتحطها، لكن جوه الملعب انت بتلعب فرقه كبيره وتيشيرت تقيل زي النادي الاهلي، فمطلوب منك تعمل مجهود. لو بتعمله 100% مطلوب منك 200% مجهود. مظبوط صح. فاحنا بنستعد مع كابتن بستيوني وبنحاول نعمل اللي علينا ومركزين في تمريننا، وبنشوف يعني في المحاضرات نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي، بنحاول نستثمرها ان شاء الله الماتش الجاي. وكله برده في الاول في الاخر انا دايما ليا كلمه في الملعب، حتى مهما تكون كويس ده توفيق ربنا مش شطاره او حاجه من عند اللاعب يعني، انا بشوف ده توفيق من ربنا. فاحنا بنسال ربنا التوفيق في الماتش الجاي، واحنا بنستعد ونعمل اللي علينا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ونكسب باذن الله. مهند مبروك مره تانية للانضمام للمنتخب، بشكرك على وجودك معايا وبالتوفيق. شكرا للكابتن مهند لاشين نجم وسط طلائع الجيش المنضم حديثا للمنتخب الوطني، بخطاب قد ارسل النهارده لاداره نادي لابلاغهم بضم مهند واحمد سمير احد هدافي مسابقه الدوري حتى الان هذا
الموسم. بالتوفيق لكل لاعبتنا، بالتوفيق للكابتن حسام البدري وجهازه الفني في تحقيق انتصارات تؤهلنا رسميا الى امم افريقيا، عشان نتفرغ بقى في المعسكر اللي بعده لتصفيات كاس العالم 2022 قدها ان شاء الله يا رجاله. طيب فيما يخص الزمالك، فبعد العوده والتعادل النهارده كان الكلام على انه مش مشكله، تعالوا نركز في اللي جاي، نركز في الدوري ونرجع بعد كده نتكلم على ما تبقى من اربع مواجهات في دوري ابطال افريقيا. الكابتن اشرف قاسم المشرف على فريق الكره في نادي الزمالك اتكلم معانا في تصريحات خاصه لبرنامج الماتش في انه كان من الممكن تحقيق الفوز، ولكن دلوقتي الاهم هو التركيز في مواجهه وادي دجله يوم الاثنين اللي جاي. ما جاء في تصريحات الكابتن اشرف قاسم قال حققنا مكاسب فنيه عديده من مواجهه تونجت رغم التعادل السلبي، ومنها استعاده جنش واسامه فيصل وحمزه المثلوسي. المشرف على فريق الكره قال ان كنا الاقرب للفوز على تونجت، لكن التعادل السلبي مش امر سيء وسط الصعوبات اللي تواجهها الفريق من رحله طيران، حراره الجو وارضيه الملعب. تعادل الترجي التونسي امام المولوديه يصب في مصلحه الزمالك، ولازم نستغل الامر في مواجهه بطل تونس الترجي القادمه. قال ان اغلقنا ملف البطوله الافريقيه مؤقتا بهدف الفوز على وادي دجله محليا في اللقاء المقبل. طيب طبعا الزمالك بالمناسبه بيدرس حاليا كمجلس اداره انه برضه يستقدم طائره خاصه لرحله تونس رغم قصرها الشديد مقارنه برحله السنغال اللي بتلف فيها على اكثر من دوله. الجهاز الفني لم يطلب طائره خاصه، لكن مجلس الاداره يرى انه الافضل والاسهل هو استخدام طائره خاصه للسفر الى تونس والمواجهه باذن الله يوم 6 من شهر مارس، على ان يكون السفر قبلها بثلاثه ايام تحديدا يوم 3 من الشهر المقبل. قصة كرة اليد وإيقاف الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى لرئيس الاتحاد المصري لكرة اليد المهندس هشام نصر ما زالت قصة مستمرة، بينما أعلن بالأمس المهندس هشام نصر رفضه لهذا القرار واعتبار نفسه مظلوما بشدة، بل وربما أن الانتخابات المقبلة هي أحد أهداف هذا القرار. فاتحاد كرة اليد الدولي بكرة سيصدر بيانا، بل كتب هذا البيان وبيتم ترجمته حاليا لينشر غدا ظهرا لتوضيح أسباب هذا القرار اللي هيتكلموا في فحواه على أنه كيف تم خرق الفقاعة الطبية أكثر من مرة من جانب المهندس هشام نصر، وهيتكلموا كمان على أنه ليه خدوا القرار ده وأنه في عدة دول قد اشتكت رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، غير أنهم هيتكلموا في أنه إيه الإجراءات القانونية اللي خدوها من بعد نهاية البطولة حتى أعلن هذا القرار قبل يومين. لكن هل هناك نية للاستئناف أو هل هناك احتمالات لتقليل العقوبة التي يراها المهندس هشام نصر ظالمة؟ معنا بنفسه المهندس هشام نصر. باشمهندس هشام أهلا بيك منورنا. أهلا وسهلا كابتن هاني، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا كابتن، بخير كل حاجة؟ الحمد لله الحمد لله. طيب يعني مر يومين تقريبا وطبعا تابعنا تصريحات حضرتك بالأمس، لكن هل من جديد، هل من موقف سيتخذ خلال الأيام المقبلة على مستوى التظلم لربما رفع هذا القرار؟ أكيد إحنا في انتظار بقى الأسباب بتاعت القرار، وهنبتدي بقى يعني نرد، وإن كان دي تاني مرة يحصل هذا الموضوع، لأن أنت أوريدي خدت عقوبة في الأول إنك خرجت بره البابل، ودي أقصى عقوبة كانت محطوطة في نظام البابل. كان قدامنا مثال في بطولة العالم للأندية لكرة القدم، كانت اقصى عقوبه ان تم ايقاف اخترقوا البابل، ايقاف مباراه اعتقد تقريبا مظبوط هي ما تبقى من البطوله اللي هو كان مباراه بالميراس. كابتن هاني، هل حضرتك بصفتك الشخصيه ترى عقوبه خرق الفقاعه السيستم المستحدث الذي لا يعلمه احد من قبل سنه، ايقاف سنه؟ طيب هو هل ده شيء من المنطق يعني ولا؟ طيب بطرح حضرتك السؤال عليا انا هحوله مش لاجابه قد ما هو تساؤل ممكن يكون بيجاوب، يعني ان هو مرض كورونا او فيروس كورونا وما يسببه من مرض هو مرض يعني الى حد ما قاتل، وفي الالاف بل ربما عشرات الالاف من الناس قد ماتوا، وبناء عليه البطولات قد اقيمت بتحفظات شديدة وبلوائح شديدة الدقة علشان يمنع انتشار الفيروس مع استمرار الرياضة، وبناء عليه في يعني صرامة ربما في اتخاذ القرارات اللي منها كان إيقاف كهرباء والشحات واللي ربما تؤدي إلى عقوبة على رئيس الاتحاد، لكن إن هي تؤدي إلى سنة
انا الحقيقه ممكن هنا ابقى محتاج اسال، هل اللوائح بتقول في مده معينه او في عقوبه او في غرامه، هل ممكن تقلص العقوبه؟ ده السؤال اللي ممكن اطرحه مع حضرتك يعني. ان شاء الله اللوائح موجوده وهنطرحها على حضراتكم ان شاء الله، ونشوف اللوائح. اولا انا عايز بس الاول اشرح نقطتين. اتفضل. هو حضرتك كنت تعرف يعني ايه فقاعه وبابل قبل بطوله العالم؟ كانت قبلها يعني مثلا وقت دوري ابطال اسيا اللي اتلعب في قطر كان برضو في حاجه شبيهه بالفقاعه، كنا بدانا تدريجيا ندخل في قصه الفقاعه تحديدا مع المونديال. لا، مع بطوله كاس عالم بالسيستم اللي اتعمل بيه، اذ كنا احنا اصلا اتغير الكونسبت بتاعها. أيوة. على الاقل 3 4 مرات. تمام. فاذا مفيش لوائح اتعملت لهذا الكونسبت الا في البطوله. تمام. صح؟ تمام. عشان بعض الناس بتقول اصل اللوائح دي موجوده من سنه او من سنين، هذا الكلام طبعا بالمنطق اكيد لا، لانه الكورونا ما كانتش موجوده من سنين. تمام يا فندم. ولا حتى سنه. لا، ده هو اتحط اللوائح مع البطوله. تمام. وخلينا نتفق ان البطوله بتنتهي بلوائحها وعقوباتها. يعني لو حضرتك بتلعب في بطوله معينه وخدت فيها عقوبه بتنتهي. أيوه. بنهايه العقوبه. طيب خلينا اللي علمونا يعني ايه مبدا الفقاعه والكونسبت بتاعها. الدكتور الفاضل الدكتور حازم خميس واشرف على تطبيق هذا الموضوع وباحترافيه عاليه جدا الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه، ومعها الدكتور علاء، شرح لنا يعني ايه انتقال فيروس كورونا. فيروس كورونا بينتقل عن طريق الحديث او الرذاذ لمده تتراوح من 12 ل 15 دقيقه دايركت بين اثنين منهم واحد حامل للمرض. تمام. ادي الكونسبت. فحتى حضرتك لما بتسلم على حد وما حصلش بينه كونتاكت، بينك وبينه كونتاكت لمده طويله، اعتقد ده بيوضح ان الخروقات انواع. يعني لكن هي برضو بدون قطع كلامك مجرد نقاش مع حضرتك في قصه كهرباء والشحات، مجرد ما سلموا بس على ابو تريكه خلاص فعوقبوا عقوبه قويه يعني. لا، اصل حضرتك بتقول اصل الكورونا مرض قاتل ومش عارف ايه و و و لا. وخصوصا ان الكونسبت اللي كان معمول في الـ في الـ في البابل، انت بتعمل بي سي ار بشكل يومي او كل 48 ساعه. تمام. اللي هو انت ما عندكش فرصه وانا ماشي بالنتيجه بتاعتي. فادي اول نقطه بوضحها لحضرتك في نظام البابل. النقطه الثانيه، انا في البطوله بدورين، رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس اللجنه المنظمه ورئيس اللجنه المنظمه. تمام. انا اصلا ما كنتش داخل البابل. وما حدش سالني هذا السؤال اساسا يعني، لان اولا مش الاتحاد الدولي اللي هيخيرني او اللجنه هتقول لي انت فين او لا. بالعكس، احنا اللي بننظم الدوره، احنا اللي نقول هنقعد فين ومش هنقعد فين. والمكان اللي بنقعد فيه بنلتزم باجراءاته. ايوه. المخول بالاشراف على المنتخبات المصريه هو اثنين، كابتن علاء السيد مدير المنتخبات القومية او كابتن مؤمن صفا المشرف على المنتخبات القومية من قبل مجلس الادارة. قبل البطولة الاثنين عندهم كورونا. مين اللي هيقعد مع المنتخب؟ واي حد رياضي فاهم يعني ايه بطولة ويعني ايه معسكرات، ان لازم يبقى في حد مع الاولاد كبير بيعمل لهم الشحن المعنوي، بيعمل لهم التحفيز، لو عندهم مشكلة أي حاجة يقدر بسرعة يحللهم المشاكل بتاعتهم. ده عنصر مهم جدا. تمام. في البطولات. وأنا الحمد لله علاقتي باللاعبين كلهم أكثر من طيبة، ويعني أقدر أقوم بالدور ده كويس. تمام. طيب دخلت البابل. تمام. طيب أنا سألت مصدر في الاتحاد الدولي لكرة اليد على أنه يعني بناء على تصريحات حضرتك اللي قلتها امبارح، انه هل ممكن شخص او مسؤول يعاقب مرتين، مره بالخروج من الفقاعه الطبيه او من الخروج بالتالي من الفقاعه بعد ما خرقها، ومره بعدها بايقافه لمده سنه، اللي هو كلام حضرتك يعني. فقال لي المصدر انه هو الخروج من الفقاعه ليس عقابا، هو مجرد تهدئه
للعدد الكبير من الناس اللي قلقت واعترضت على هذا المشهد، فاحنا هدأناهم فقط بخروجه وبعديها على أن يتم عقابه ما بعد نهاية البطولة، وإصرارنا على أنه يستمر وجوده في داخل البطولة كرئيس لجنة منظمة. هذا الكلام يا فندم غير موجود على الإطلاق. م. والعقوبة هي الخروج من الفقاعة. ليه؟ هو أنا عايز أفهم إيه يعني الخطورة الرهيبة إنه، وأنا عايز معلش أنا هسرد الواقعتين اللي هم بيقولوا عليهم هشام حكيتهم حضرتك امبارح نصا قلتهم. أيوة الواقعتين نصا. ما هو واحنا بعتنا جواب قلنا ان ده مش خرق، احنا عملنا هذا المواقف كانت كذا كذا كذا. أيوة. ومش معقول الشخص اللي عدى معايا من الملعب انا توقف وهو ما توقفش، او انا اتاخر من البابل وهو ما يخرجش من البابل. قلت ان الشخص اللي عدى معاك هو بنفسه اللي بلغك بالعقوبه، هو اللي بلغ. يعني اي منطق؟ الشخص الاخر اللي قالوا لي انت اخترقت بيه البابل ده رئيس بعثه الراس الاخضر. أيوة. وهو راجل جوه البابل كان قاعد في مكان غلط. انا اللي خرجته من هذا المكان وقعدت في المكان الصح. تمام. طب ما تناقشوا هذه المواقف وقولوا. ورغم كده على فكره انا كرئيس لجنه منظمه افضل لي ان انا ابقى قبل اخرج بره البابل اوسع لي. طيب. اقدر اتحرك بطلاقه اكتر. طيب اخر ملحوظه هو لما حضرتك جيت تنزل تعمل المراسم الخارجيه المراسم كاس العالم، ايوه انت دخلت من بره البابل كل الساده الضيوف لجوه الريد زون. تمام. هو ده مش اختراق؟ وبالتالي تقصد ان رئيس الاتحاد الدولي نفسه قد اخترق الفقاعه؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وانا كنت معاه. كلنا عملنا انتيجين تيست. تمام. قبل ما ننزل. خلاص يا جماعه كلنا نيجاتيف ننزل. طب ما هو بالعكس، انا كل اللي اتعاملت معاهم في المواقف اللي هم بيستشهدوا بيها كلهم نيجاتيف وانا نيجاتيف. فين الخرق؟ ولما اقعد اقول كده يا جماعه مفيش خرق، يا جماعه المنتخب لوحده جوه، يا جماعه الموضوع خلاص اوكي انا موافق هطلع بره البابل لعدم، هي دي العقوبه. واقرا حضرتك الجواب المبعوث لنا ان ده قرار العقوبه. تمام. طبقا للوائح اللي محطوطه. تمام. انك تخرج بره البابل. طيب. العديد ذهب الى عده تفسيرات غير كون الخروج من الفقاعه او خرق الفقاعه هو السبب. من ضمن هذه التفسيرات غير اللي حضرتك ذكرتها هو انه المهندس هشام نصر باعادته او استئنافه لمسابقه الدوري بتاعه الموسم اللي فات بنفس ظروف ولوائح البطوله اللي فاتت، يعني اللعيبه اللي مشت مش هينفع واللعيبه اللي كانت موجوده هي اللي تلعب، ده كان على عكس رغبة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، وبناء عليه أصدر هذا القرار. هل عندك نفي أو تأكيد لهذه المعلومة أو هذا التوقع؟ قرار استئناف الدوري كان قرار الدولة المصرية والاتحاد الدولي. تمام. الاثنين احنا كنا في البداية وحضرتك تعلم وناقشتني شخصيا في هذا الموضوع. مظبوط. في إلغاء الدوري القديم. فاكر؟ ده من عدة أشهر، حوالي شهر 7 أيوة. أو 8 اللي فات. أيوة. مظبوط بالظبط. وصدق قولنا ورؤيتنا، يعني ماتش الأهلي والزمالك دايما بيبقى فيه احتكاكات. تمام. قوية. فما ينفعش بعد 5-6 شهور ألعب أهلي وزمالك وبعديها عندي كأس عالم الأولاد يخشوا زعلانين من بعض. تمام. فأجلناها لبعد كأس العالم. لكن قرار الدولة الواضح لابد استكمال الدوري القديم. تمام. جواب الاتحاد الدولي استكمل الدوري القديم عشان ما يتقالش ان مصر فيها كورونا. تمام. فالناس ما تجيش البطوله. طب ايه دلوقتي لو انا عملت حاجه غلط؟ لا هو السؤال اصلا هل ده من اسباب عقوبه حضرتك انك رجعت الدوري؟ الله اعلم الله اعلم. يعني الاسباب طالع بالفقاعه. ايه بقى الخلفيات؟ يعني طيب هل هم اعترضوا على قرارك باستئناف مسابقه الدوري في ابريل؟ الاتحاد الدولي هل اعترض؟ الدكتور حسن مصطفى هل اعترض؟ لا 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 مفيش. هل طالبك في وقت من الاوقات بعدم استئناف مسابقه الدوري؟
لا هو كان خلي بالك احنا الدكتور حسن يعني قامة كبيرة في كرة اليد فاحنا نقبل منه النصائح. تمام، كانت ايه نصيحته؟ في يعني احنا الموضوع ملخبط ما بين القايمة القديمة والقايمة الجديدة، ويعني الموضوع كان المشهد غريب شوية. أيوه. لكن في الآخر القرار قرار الدولة قالت لنا لازم تكملوا الدوري علشان ما يحصلش مشكلة ما بين كرة القدم والهندبول، يبقى دي سياسة الدولة كلها. تمام، لازم الدوري يستكمل. طيب معلش أنا عايز المعلومة أوضح، فأنا آسف هكرر السؤال مرة تانية. هو نصح النصح كقامة بفكرة القوائم بس، إن هي القايمة القديمة ولا القايمة الجديدة؟ لكن هل نصح منه بسبب القايمة الجديدة أو القديمة لا يستأنف الدوري؟ نعم أم لا؟ لا هو الاستكمال الدوري ده رأي الاتحاد. تمام. والدولة. القايمة القديمة والقايمة الجديدة كان الكلام إن لازم يبقى فيه مساواة مع كل الفرق. تمام، بمعنى إيه مساواة؟ ان انت الدوري عندنا في الاخر بينقسم لقسمين، جزء للهبوط ايوه وجزء للبطل. تمام، كل المباريات اتلعبت بالقايمه القديمه. فالمساواه انه كله يلعب زي بعضه. تمام، الاربع فرق اللي بيلعبوا على النهائي ثلاثه منهم بعتوا اعتراض رسمي. تمام، ان احنا لازم نلعب بالقايمه القديمه. تمام، فكل الاجواء بتقول انك لازم. يا كابتن هاني انا عايز اقول لحضرتك. اتفضل يا كابتن هشام. كل اللي انت بتقوله ده حصل وخرق فقاعه ومش عارف ايه والكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله. البطوله نجحت ولا ما نجحتش؟ البطوله نجحت الحمد لله. نسبه الاصابه بكورونا كام؟ زيرو. تمام، زيرو. انت متخيل حجم النجاح؟ يعني حتى الناس اللي كان عندها كورونا اللي هم جم بيها من بلادهم وحجزوا في فندق منفصل. ايوه، ورغم كده زيرو كورونا. انت اعظم حاجه على مستوى الكوره الارضيه حدث يشهد له الملايين. تم صرف ملايين ومليارات من الدوله المصريه على هذا الموضوع. هل ده جزات مصر؟ الذي تم ايقافه هو ليس هشام نصر شخصيا. امال مين؟ هو رئيس الاتحاد المصري، ممثل مصر، الدوله المنظمه لكره اليد اللي فتحت ابوابها ل 32 فريق لم يتم استقبالهم في اي بلد اخر. اول امس او قبل يومين تم الغاء بطولتين كاس عالم لكره اليد. ايوه، في المجر وفي اليونان الغاء. الدول ترفض اقامه هذه المباريات. تمام، وانت بتنقذ نشاط كره اليد بانجاز غير مسبوق. انجاز متكامل ما بين تنظيم، ما بين فريق، ما بين نجاحات. نشرف بان الدوله بتكرمنا بقياده الرئيس يبعت لنا مرتين عمرها ما حصلت. مظبوط، مش بطولتين، في مباريتين. يبعت لنا تهنئه. مظبوط، على التنظيم والترحيب والاداء انت بتكرم من دولتك ومن العالم اللي بيشكر الدوله. وانت تطلع تقول هشام نصر خرق الفقاعه. حاسس ان انا عندي اضافه هنا. هل هذا منطق؟ انه نجاح البطوله طبعا لا يعني انه اذا اخترق رئيس الاتحاد الفقاعه لا يعاقب. متفقين على المبدا؟ عوقب جوه البطوله. تمام، قولا واحدا. جوه البطوله عوقب وخرج منه من الفقاعه. هي دي العقوبه المنصوص عليها. نعم، زيه زي دوري كره القدم. ما تحاولش يا كابتن هاني تبرر ايقاف سنه كامله عشان خرجت رقم كبير، مدة طويلة. ونسبة الإصابة في الكورونا زيرو. تمام، هل من حقك الاستئناف أو التظلم أو اتحركت في ده؟ لما يجي بقى البيان وحيثيات الحكم. هو هيكون بكرة غالبا بحسب ما علمنا. ماشي، وبعدين هنبتدي بقى. أكيد هيبقى فيه استئناف وتظلم بقول لك يا كابتن هاني. اتفضل يا كابتن. أعتقد
اعتقد احنا كنا في غنى عن هذا الكلام. احنا لغايه دلوقتي الناس بتبارك لنا على البطوله، بتدعونا لاحتفالات للبطوله. خساره والله العظيم، خساره نضيع فرحه بلد، فرحه عالم بدوله نجحت هذا النجاح ان انا اعمل فيها كده. هل او قلت حضرتك امبارح انه علاقتك بالدكتور حسن مصطفى حتى نهايه البطوله كانت ممتازه بحسب ما سمعت تصريحاتك امبارح مع الكابتن احمد شوبير؟ تمام. هل هي فعلا كانت ممتازه ولا عبر التاريخ في خلافات او اختلافات في وجهات النظر إطلاقاً تصل الى هذا الامر؟ اطلاقا. تمام. انا متفاجئ. الدكتور حسن الله الحمد لله السيره ما بتتبنيش في يوم وليله. الدكتور حسن نفسه هو اللي مرشحني احسن لاعب في مصر لما كنت بلعب. تمام. الدكتور حسن مصطفى انا رئيس الاتحاد الوحيد وهو اهل لذلك، يبقى الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لكره اليد. نعم. وبناء عليه اللجنه الاولمبيه رشحته رئيس شرفي اللجنه الاولمبيه وانا عضو اللجنه الاولمبيه. تمام. انا صاحب فكره اطلاق اسم الدكتور حسن مصطفى على مجمع كره اليد والالعاب الاخرى في صاله 6 اكتوبر، وتم الموافقه على ذلك من الدوله المصريه. هل دي الجزاء؟ انا لحد اخر يوم في البطوله قاعد جنب الدكتور في المقصوره. فجاه. تمام. فجاه هشام خرج من فقاعني وقفوا سنه. يعني للاسف معاني كتيره يعني. تمام. باشمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، بشكرك على وجودك معايا وشكرا على اجاباتك على اسئلتنا. طيب وصلت لي معلومة أنه مجلس إدارة نادي الزمالك ينوي في هذا السياق يعني أنه يصدر بيانا يعترض فيه على قرار إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. وجهة نظرهم في هذا الاعتراض أنه القصة متاخدة يعني أنه ده رمز زملكاوي وأنه مسؤول في الاتحاد المصري لكرة اليد، وأنه إذا كان يصح يعني ما يقال. السؤال ده أنا وجهته للمهندس هشام نصر، أن القصة هي استئناف مسابقة الدوري فاحنا بندعمك يعني. فدلوقتي مجلس الإدارة بيدرس هذا الأمر، عرض الموضوع بالفعل على مجلس الإدارة وإذا انتهت الدراسة بالموافقة فسيصدر بيان من الزمالك بالموافقة أو بالرفض قرار إيقاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. طيب في الأهلي، وقبل ما نطلع لفاصل، اتكلم بيتسو موسيماني النهاردة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي. الخسارة مش نهاية حاجة، احنا لعبنا مباراتين حتى الآن، ربما استحقينا نتيجة أحسن من الخسارة بسبب الكم فرصة اللي أهدرناها سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني في نهايته، لكن في النهاية الوضع لسه واضح. ليه بقى لعبنا بثلاث لعيبة في نص الملعب بما أنكم كلكم متضايقين؟ ده كلام موسيماني، علشان يبقى فيه مهام دفاعية وهجومية، لأن كان درجة الحرارة سيئة جدا، الدرجة عالية في الارتفاع على مستوى درجة الحرارة وعلى مستوى الرطوبة. قال إن احنا درسنا على أي حال طريقة لعب سيمبا جيدا وصادفنا سوء حظ كبير. قال إن سيمبا قدم مباراة كبيرة قدام الأهلي لكننا نستحق نتيجة أخرى غير الهزيمة، أتيحت أمامنا أكثر من ثلاثة فرص في الشوط الأول، منها فرصة لبواليا وقبلها كهربا بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني. ما حسيتش إنه كتير قوي الشوط الثاني، لكن في آخر دقيقتين ثلاثة الأهلي كان قدامه فرصة ربما لتعديل النتيجة أبرزها تصويبة محمد شريف. قال إن سوء الحظ وعدم تسجيل أي من الفرص حافظ للمنافس على تقدمه، خدنا لقاءين من ستة، لسه عندنا مباريات مهمة علينا أن نقاتل فيها لتحقيق الفوز والتأهل. هنا أنا متفق تماما أنه لسه بدري، والخسارة في مباراة يعني أنا عارف أنه البطل مش عايز يخسر أي مباراة، لكن خسارة مباراة حتى وإن كان بأداء سيء أبدا مش نهاية العالم، أن لسه أربع ماتشات ربما يفوز الأهلي وهو قادر في الأربع مباريات وبإذن الله التأهل يكون من نصيب مصريين، الأهلي ضمن مجموعته والزمالك ضمن مجموعته. في اوروبا قبل ما نطلع لفاصل، سجل مانشستر سيتي هدفا اخر علشان يبقى 2-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ، سجله جيسوس. المباراه بتتلعب في ملعب بوشكاش ارينا باعتبار ان هي مباراه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الالماني اللي ما ينفعش في المانيا يستقبلوا فرقا من انجلترا بسبب قصه كورونا. لكن ريال مدريد ما زال متعادلا مع اتلانتا في برجامو، وبنلعب دلوقتي في الدقيقه 85 من زمن المباراتين. بفكركم انه حتى الان كده ريال مدريد ما استغلش رسميا الطرد اللي حصل لاتلانتا من اول
بدايه الشوط يعني من الدقيقه 17 من زمن الشوط الاول، ودي هتبقى مهمه جدا في مصلحه اتلانتا اذا لم يوفق ريال مدريد في استغلالها. بعد الفاصل معنا اخبار مهمه جدا من الدوري المصري والكره المصريه وكاس مصر والكره الافريقيه وحتى العالميه، وبعد الاخبار هينورني النجمان من نجوم الكره المصريه من الزمالك والاهلي الكابتن احمد مجدي والكابتن احمد عادل، فخليكم معانا في الماتش. أنا فخور الحقيقة بجميع أعضاء الاتحاد المصري الخماسي الحديث ومجلسه وقطاع التسويق عندنا والمدير التنفيذي للاتحاد، كله بيبذل جهد خارق للحقيقة لتوفير الماليات عشان أبطالنا دول يعرفوا يتمرنوا كويس ويبقى كل حاجة متوفرة ليهم، يعني من الإبرة للصاروخ زي ما بنقول. طبعا إحنا كلنا فوجئنا، مصر كلها فوجئت أو صدمت بقرار وقف المهندس هشام نصر الحقيقة رئيس الاتحاد المصري الخماسي الناجح لليد، الناجح جدا الحقيقه، واخرها كان البطوله والنتائج الرائعه لمنتخباتنا. احنا لسه بندرس الموضوع، خلاص عندنا في الشؤون القانونيه وهيبقى في اجتماع ان شاء الله لينا يعني يمكن النهارده بعد الظهر او بكره عشان نشوف ملابسات الموضوع. خد بالك حضرتك ان الموضوع لسه ما جالناش رسمي يعني او ما جاش رسمي، احنا برضه سمعنا خلاص بقرارات الاتحاد الدولي سواء مكتبه التنفيذي او مجلس ادارته، تمام، لسه لازم نشوف ورقيا اللي هيجي لنا ايه بالظبط وندرسه صح، انما طبعا نتمنى يعني مش عايز اقول نتمنى الرأفة، انما نتمنى ان ما يبقاش في اي مشكله الحقيقه والراجل يكمل مشواره السنه المتبقيه لغايه الاولمبياد بدون اي مشاكل. فلسه هندرس الموضوع ده وهنتواصل طبعا مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي ونشوف ما هو افضل حاجه ممكن تكون لمصر، واكيد يعني كلنا واقفين وقفه واحده لصالح مصر ان شاء الله، ونتمنى انا شخصيا اتمنى الغاء هذا القرار ان امكن، واذا كان حد اخطا فيعني يحاسب بس ما يبقاش الجرم هو مش جرم كبير لهذه الدرجه من وجهه نظري انا، انما هنشوف برضو قانون اللوائح بتقول ايه وهنبذل اقصى جهد الحقيقه ان احنا نقف مع اتحاد اليد ومنتخبنا الحقيقه عشان مفيش اي حاجه تاثر على فرصه في اولمبياد طوكيو. انا بذكرك مثلا فاكر المشكله اللي حصلت في الاثقال، تمام، اوكي، وكان دور اللجنه الاولمبيه كان شكله ازاي، وطلع في الاخر كابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري للاثقال الحقيقه بريء من كل التهم اللي وقتها كانت الموجة عاليه قوي عليه، تمام اوكي، واثبت الايام ان هو يعني ما فيش حاجه غلط ارتكبها الحقيقه على الاطلاق. فاحنا هندرس الموضوع وهناخده الحقيقه بتأني، خلاص اوكي، ولسه عندنا وقت، انما احنا بنتكلم مع جميع الاطراف وان شاء الله يعني تحل قريبا باذن الله. طبعا وجودنا وسط ابطالنا وشباب مصر وامل مصر ده مهم قوي، مش بس الدعم المادي هو المهم، المهم الروحي والعقلي والفني، وازاي نقدر نديهم ثقه في نفسهم وثقه في الله انهم ممكن يرفعوا علم مصر ويطلعوا على منصه التتويج ويكونوا خير سفراء لمصر مع الفرق الاولمبيه الاخرى. احنا دلوقتي بقت الرياضه بقت صناعه، فان احنا نهتم بدوت وان احنا نقدر نزود دوت في الرعايه للاعبين ده هيبقى شيء مهم جدا، خاصه ان دوره الالعاب الاولمبيه اللي جايه في طوكيو مختلفه تماما عن اي دوره، احنا بنتكلم ان عندنا ظروف خاصه، عندنا كوفيد 19، عندنا ان دول اوروبا ودول امريكا الدول الكبرى كلها بتعمل احتياطاتها اكتر، فان احنا النهارده نعمل عقد رعايه في السنه المهمه دي مع اكبر شركه ادويه اعتقد ده شيء مهم جدا وانا بشكرهم عليه. احنا شغالين بقالنا 5-6 سنين اتحاد خماسي على طول بنقدر نجيب له شركات رعايه لانجازاته، احنا ابطال عالم ناشئين، ابطال عالم شباب، وعندنا ميداليه اولمبيه، ميداليتين اولمبيتين في اولمبياد الشباب ذهب، وعندنا احسن رياضي في العالم 2018 و2019 والمتوقع ليه باذن الله انجاز في طوكيو 21 وباريس 24 احمد اسامه الجندي، تمام، عندنا اول بنت تاهلت في الاولمبياد في كل الالعاب وهي هايدي عادل، فاحنا اتحاد صاحب انجازات الحمد لله، فمحتاجين ان احنا ننشر الانجازات ديت ونعرفها للشركات العامه. اهلا بكم مره تانية في الماتش. ريال مدريد من شويه سجل هدفا في الدقيقه 86 من زمن المباراه، سجله مندي الظهير الايسر اللي كل جواله تقريبا بتيجي بالقدم اليمنى، يعني هو جاب جولين الموسم ده الاثنين برجليه اليمين وهو لعبها من على حدود منطقه الجزاء. عايز اقول لكم
يعني حتى مش في ناحية الشمال، ده غير انه كان انفرد الشوط الاول في العمق برضو بعد تمريرة فينيسيوس، وكان هو السبب في طرد فريرر لاعب اتلانتا. يعني مباراة تاريخية او للتاريخ بالنسبة لمندي الظهير الايسر لريال مدريد اللي دلوقتي متقدم 1-0 ولسه المباراة ما خلصتش امام اتلانتا في ايطاليا قبل مباراة الاياب اللي هتكون في شهر مارس باذن الله في الفريدو دي ستيفانو. لكن سيتي خلاص خلصت مباراته مع بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون مقابل سجلهما برناردو سيلفا والاخر هو اللاعب جابرييل جيسوس. طيب تعالوا مع بعض بقى نروح لاخبارنا المحليه شويه. النهارده في الكاس اتلعبت مباراه واحده جمعت ما بين اسوان وسوهاج ديربي الصعيد، يعني اعتداء ان هما يلتقيان في الممتاز به، لكن دلوقتي فريق من الممتاز بيلعب مع فريق من الممتاز به وفاز فريق الممتاز بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. اسوان كسبوا سوهاج، والفوز ده بينضم الى انتصارات ونتائج ايجابيه كبيره متحققه في اسوان منذ تولى الكابتن علاء عبد العال مسؤوليه الفريق. انتصارات متتاليه كده ثلاثة ورا بعض، اثنين في الدوري واحد في الكاس، وقبليهم كان في خمس تعادلات في مسابقه الدوري. كده اسوان بعد ما خلص من منافس صعيدي هيلتقي مع اخر صعيدي وهو الجونه في الدور ال 16 من بطوله كاس مصر باذن الله. الاهداف سجلها احمد عبد الظاهر ومحمد خليفه وعمرو ناصر بالنسبه لفريق اسوان. وعلى فكره يعني اسوان النهارده لعب بتشكيله من البدلاء اكتر منها من الاساسيين. محمد منير قال لي خلاص ان مباراه ريال مدريد خلصت مع اتلانتا، لكن ريال مدريد خسر كاسيميرو في المباراه المقبله لانه خد انذار يفقده المشاركه في اللقاء المقبل اللي هو العوده. يعني في الزمالك رؤى اللي ما عرفش يسافر مع الفرقه السنغال بسبب ان جواز سفره وكان في مشكله بكره النهارده الاداري بلغه انه يروح بكره يسلم الباسبور عشان يبدا اجراءات تجديد جواز سفره علشان يكون جاهز للسفر، ودي ما بتاخدش وقت طويل يعني لتونس مع الفريق لمواجهه الترجي التونسي ان شاء الله يوم 6 من شهر مارس ان شاء الله. يا ريت كل الاجراءات تبقى جاهزه، يعني سواء باسبورات سواء طيارات سواء تصاريح سواء يعني لبس هدوم. اللعيبه اشتكت شويه من الملابس اللي كانوا لابسينها في الرحله، لكن يا ريت يعني كل الحاجات اللي هي اللي حوالين الفريق تبقى محلوله عشان هي في الاخر ممكن بشكل او باخر تؤثر على الفرقه. طيب بما اننا لسه في القلعه البيضاء، ف الزمالك ناوي يحل مشكله عامله له ازمه على مستوى الصداع بالنسبه للعيبه، وهي قصه القيمه المضافه اللي هي ضريبه القيمه المضافه في عقود اللاعبين اللي هي الى حد كبير عملت مشكله في الفرقه الفتره اللي فاتت، اللي هي تحديدا تطبق باثر رجعي ولا لا. الزمالك قرر ان العقود بتاعت اللعيبه كلها هتروح للجنه قانونيه في النادي عشان تدرس ازاي تحل المشكله دي بالنسبه للعيبه، بحيث انه ما يبقاش اللعيب متضرر زي ابرزهم طارق حامد وفرجاني ساسي اللي اتخصم منهم بحسب الضرايب يعني 40% من عقد بن شرقي بحسب ما سمعنا، ومن طارق حامد رقم كبير وصل لتقريبا 2 مليون. فالزمالك وعد اللاعبين انه بشكل عاجل الموضوع هيتعرض على اللجنه القانونيه علشان تحل المشكله. اما في الاهلي فحصل على جرعتين من التطعيم من فيروس او من مرض الملاريا قبل السفر، او واحده قبل السفر واحدة قبل المباراة هناك في تنزانيا، وواحدة هيحصل عليها بإذن الله يوم الجمعة المقبلة، وده اللي كان متفق عليه من الدكتور أحمد أبو عبلة، ثلاث جرعات للاعبين علشان منع الإصابة بفيروس أو بمرض الملاريا. الأهلي عنده ماتش يوم الأحد اللي جاي مع فريق طلائع الجيش، وبالتالي خد أجازة النهاردة وهياخد أجازة بكرة وعودة للتدريبات يوم الجمعة إن شاء الله. لكن في نفس السياق يوم الجمعة ده هيرجع للتدريبات طاهر محمد طاهر ومحتمل ظهوره في قائمة مواجهة طلائع الجيش. أما علي معلول اللي برضه هيظهر في التدريبات يوم الجمعة لن يشارك في مباراة طلائع الجيش لأنه لسه هيكون محتاج تجهيز، وربما في اللقاء التالي لمباراة طلائع الجيش هيكون جاهز الظهير الأيسر اللي غاب من ساعة مواجهة بايرن ميونخ اللي اتصاب في بدايتها. ديانج النهاردة تقارير التركية اتكلمت على أنه على رادار فريق جلاتا سراي، واضح ان هم مركزين جلاتا سراي مع الدوري المصري الفتره دي. فسالنا ديانج قال لنا ما اعرفش، انا عن نفسي ما جاليش وما حدش قال لي. سالنا مسؤول في الاهلي قال لنا ما جالناش عرض رسمي، والحقيقه ان التقرير ما كانش بيقول ان في عرض رسمي، لكن كانوا بيقولوا ان هو
يعني في كشافين هيتبعتوا ويتابعوا ديانج، اللي اعتقد يعني اتوقعه ان مع نهايه الموسم ديانج هيجي له عروض، لكن مدى موافقه الاهلي عليها من عدمه اعتقد برضو انه هيتوقف على القيمه الماديه، اللي يرى الاهلي انه اللاعب استثمار مهم جدا بالنسبه للفريق، فقد يحصل الاهلي على مقابل مادي كبير في حاله بيع ديانج في الصيف المقبل. لكن دلوقتي حتى الان ما فيش عرض رسمي يعني حسب ما قال لنا الاهلي. طيب فيما يخص الزمالك مره تانية قبل ما نروح لاتحاد الكره عندنا شويه اخبار منه. اتشيمبونج لاعب الزمالك السابق الغاني الجنسيه قصته مستمره، والزمالك بيقول ان هو واثق من وضعه او موقفه القانوني وان كل الورق هيثبت ان احنا مش علينا فلوس. لكن اللاعب النهارده في تقرير نشرته البي بي سي اتكلم في انه مظلوم وانه لن يسكت على حقه وانه بيطالب الزمالك بالمستحقات والا سيخصم من الزمالك نقاط في المرحله المقبله. تعالوا نشوف اهم ما جاء في تصريحات اتشيمبونج. قال ان المحكمه الرياضيه او في هذا التقرير يعني المحكمه الرياضيه اتهمت الزمالك بسلوك غير اخلاقي ومخيف ولا يرحم، يعني ده هم اللي كاتبين كده في التقرير. يعني المحكمه اعلنت في ديسمبر الماضي ان على الزمالك دفع 1,100,000 دولار لاتشيمبونج. في المقابل الزمالك اعلن تسويه الازمه مع اللاعب عقب قبوله الحصول على 250,000 دولار. لكن المدير القانوني في اتحاد اللاعبين العالميين قال ان مجرد الادعاء بان اتشيمبونج سيخول فجأة طرف ثالث، وهنا الكلام على الكابتن نادر السيد بانه يقلل المستحقات عشان توصل ل 25% من قيمتها هو امر غير معقول. فبيتكلموا عن ان هو الموضوع ده جه من غير موافقته. لم يتحصل اتشيمبونج على مبلغ 1,100,000 دولار ولا حتى الشيك بمبلغ 250,000 دولار، ورغم انه سلم الى نادر السيد وكيله. قال اتشيمبونج عن نادر السيد: لم اقابله من 2018، فاين تقابلنا لاعطيه ذلك اللي هو التفويض؟ يعني ما عنديش ادنى فكره عما يفعله نادر السيد والزمالك. بالمناسبه كابتن نادر السيد لما اتسال في بي بي سي قال ان هو ده من 2016 معاه تفويض، وكل الاتفاقيات والتفويضات رسميه وموثقه، ويمكن للفيفا بحسب التقرير ان هو يمنح للزمالك ليوم الخميس 25 فبراير للرد، والا سيحضر من سوق انتقالات وربما خصم نقاط او الهبوط. يعني دي يعني بدايه من العقوبات ايقاف او غرامه او وتصل الى حد الهبوط، يعني مش ده مش كل دول مع بعض طبعا عشان بس هي دي اللوائح. لكن كابتن نادر السيد لما كان معانا قال لنا في حوار كامل قصه اتشيمبونج من ناحيه الزمالك ومن ناحيه كابتن نادر السيد، لكن القصه فيها نزاع حقيقي واضح. اتحاد الكره على جانب اخر بيقول ان الزمالك موقفه سليم بتفويض نادر السيد اللي واخده من اتشيمبونج، لكن ما هو الجديد هنعرف. طيب اتحاد الكره قلنا لكم امبارح القصه كامله بين المهندس احمد مجاهد والكابتن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكره، قلنا لكم انه في الاخر انتهت بالاستقاله او الاقاله. يعني اتحاد الكره النهارده قرر تجميد مستحقات الكابتن محمود سعد، ومش بس كده بل تشكيل لجنه لكسر الباب بتاع المكتب اللي رفض الكابتن محمود سعد انه يسلم مفتاحه. اللجنه ستضم محمد المشطه المستشار القانوني والمهندس محمد عباده والمحاسب محمد زاهر عشان يطلعوا محتويات المكتب ويقومون بجرده بما انه رفض انه يسلم المفتاح. اعتقد انه ما كانش يعني ليها لازمه خالص نهايه العلاقه بالشكل ده، وان كان راى الكابتن محمود سعد ان في محاولات لتطفيشه وما مرضيش يطفش فمشوه. الاهلي والاسماعيلي المفروض يلتقيان يوم 10 من شهر مارس. الاسماعيلي المباراه مقرره هي مباراته في برج العرب، لكن الجهاز الفني بقياده دراجان يوفيتش طلب نقل المباراه الى استاد الماكس في الاسكندريه. فالاسماعيلي بعت للاتحاد بيطلب منه تغيير مكان المباراه. هي في الاسكندريه والمباراه الثانيه او في برج العرب كانت برضه في الاسكندريه، وبالتالي الاسماعيلي بيعتمد على انه الامن ربما لن يعني يشعر بصعوبه. لكن طبعا انتوا عارفين برج العرب كاستاد ليه مواصفات خاصة في التأمين، فبعكس الماكس اللي هو أقرب للمدينة يعني منه للصحراء زي برج العرب. لكن بينتظر الإسماعيلي موافقة الأمن واتحاد الكرة على طلبه. بكرة عندنا 3 ماتشات في الدوري. ماتشات الدوري بكرة عندنا الإنتاج الحربي مع إمبي، وعندنا مواجهة كمان ضمن المواجهات هنقولها لكم تدريجيا لأن بكرة الإنتاج الحربي وإمبي دي في الجولة الثامنة، لكن الجولة 13 في الاتحاد السكندري وادي دجلة، والجوله 14 في بيراميدز مع الجونه. فيعني عندنا 3 جولات بكره تتلعب في الدوري المصري الممتاز باذن الله.
بينما يعني ابتهج إمبي بأن رامي صبري وريكو تحولت عينتهما من إيجابية إلى سلبية، صدموا بخبر أن الكابتن حلمي طولان أصيب بفيروس كورونا. عينته كانت إيجابية. مليون سلامة عليها الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق، وربنا يا رب يطمنا عليك وتقوم بألف سلامة. هو من أكثر المحافظين يعني على الإجراءات، لأنه كان يعني واخد الموضوع جد قوي، لكن هي دي الكورونا. بيراميدز أعلن عن قائمته اللي هتلعب قدام الجونة، فجاءت القائمة بعودة رمضان صبحي وبخروج أحمد الشناوي، و جاءت كالتالي: شريف إكرامي، عبد الرحمن أيمن، حارس مرمى صغير، خط الدفاع أحمد أيمن منصور، علي جبر، محمد حمدي، أحمد فتحي، أحمد سامي، أسامة جلال، إريك تراوري، إسلام عيسى، نبيل عماد دونجا في الوسط، ومعهم رمضان صبحي، محمد فاروق، إبراهيم حسن، محمود حمادة، إبراهيم عادل، أحمد توفيق، وفي الهجوم محمود وادي، دييجو رولان، ودودو الجباس. حتى الآن جون أنطوي ما بيظهرش بقاله فترة، فمش عارف خروجه بالشكل القوي ده تمهيد لانه يمشي بنهايه الموسم، ولا عدم اقتناع فني، ولا القصه يعني ان هو كان فعلا ما كانش بيسجل خالص في بدايه الموسم. طيب ده الدنيا محليا. في اوروبا، بعيدا بقى عن القصه بتاعه الماتشين اللي اتكلمنا عليهم في الدوري الابطال، ففي الدوري الاوروبي النهارده كان عندنا مواجهه، وتستكمل المواجهات بكره. كان عندنا مواجهه ما بين توتنهام هوتسبير في اياب دور اللي هو المؤهل لدور 16، دور 32 يعني، كسبوا فريق وولفسبرجر النمساوي باربعه اهداف مقابل لا شيء. كان منهم جول حلو قوي، هو ده ديلي الي، هو يعني اسبوع الاهداف المقصيه كان الجول ده، وكان في جول جيروم امبارح الحلو قوي، وجون هالاند في الدوري الالماني. كره كانت ملعوبه له عرضيه، ديلي الي بهذا الشنب المثير للدهشه عمل دبل كيك حلو قوي، لكن هو ما توقفش عند الابداع هنا، لانه كمان عمل اسيستين بعدها، وجاريث بيل سجل هدف من الاهداف اللي صنعها ديلي الي، والهدف الرابع سجله كارلوس فينيسيوس. ماتش الذهاب كان خلص 4-1 برضو، يعني 8-1 مجموع المباراتين. طيب في الدوري الاسباني النهارده برشلونه كسب إلشي، دي مباراه مؤجله من لقاءات كانوا بيريحوا فيها برشلونه، كان بيلعب في اوروبا في الجوله الاولى تحديدا، وبالتالي الفوز بثلاثيه سجلها ميسي وميسي وخوردي البا خلتهم في المركز الثالث مؤقتا، لكن لسه اشبيليه عنده مواجهه مع إلتشي نفسه مؤجله برضو، فلو كسبها يرجع للمركز الثالث ويعود برشلونه الى المركز الرابع. اللقاء الجاي لبرشلونه يكون مع اشبيليه على فكره يوم السبت اللي جاي. بالمناسبه ميسي هو متصدر الترتيب دلوقتي، كان متساوي مع سواريز لما جاب الجولين النهارده، بقوا 18 16 وبقاله 7 ماتشات مسجل 11 مباراه، بيسجل بشكل متتالي في الدوري بعد ما انتقد لغيابه عن التهديف في بدايه هذا الموسم. في افريقيا النهارده الهلال تعادل مع مازيمبي في مباراه كانت ممله جدا بالتعادل السلبي بين الفريقين، ودي مباراه في الجوله الثانيه، لكن في مباراه في نفس يعني مباراه ثانيه في المجموعه هتتلعب ما بين كايزر تشيفز وشباب بلوزداد اللي كان تعادل مع مازيمبي في الجوله الاولى، دي هتتلعب ولكن اتنقلت ليوم 28 من الشهر الجاري في تنزانيا. دي أخبارنا المحلية وأخبارنا العالمية وحتى الإفريقية. بعد الفاصل هينورني الكابتن أحمد عادل والكابتن أحمد مجدي نجما الأهلي والزمالك السابقان، خليكم موجودين معانا. لكن بس افتكرت حاجة أنا قلتها، ماتش شباب بلوزداد مع سان داونز مش مع كايزر، كايزر الناحية التانية في مجموعة أخرى. بعد الفاصل نكمل معاكم، خليكم معانا. نجاح باهر على مستوى التنظيم وعلى مستوى الفوز المنتخب المصري في بطوله الشباب للكره الطايره. خلال النهارده نتكلم كمان مع واحد من ابرز يعني الرجال اللي كان ليها دور كبير جدا في نجاح هذه البطوله، دكتور اشرف صبحي. دكتور اشرف وزير الشباب والرياضه، خليني ارحب بحضرتك عشان صدر البلد، وخليني ابارك لك على النجاح اللي يمكن تعودناه في بطولات سابقه، امم افريقيا للكبار، امم افريقيا للشباب، وعدد كبير جدا من البطولات. النهارده كمان بنتمم هذا النجاح ولكن في ظروف صعبه جدا دائما الدوله المصريه قادره ان هي تتخطاها. اعرف حياتك النهارده رايك ايه وانطباعك على البطوله. والف مبروك للاتحاد المصري للكره الطائره، والف مبروك لاولادنا استضافه البطوله الافريقيه 21 سنه والمؤهله لكاس العالم. انجاز كبير جدا الحمد لله ان احنا يعني نفوز بالبطوله،
وان شاء الله يكون في اعداد جيد حتى لو في ظل الظروف الحاليه نستعد باولادنا ان شاء الله لبطوله العالم. الفولي بنبني من تحت الاعمار الصغيره وده مستهدف لينا بنهتم بيه في الوزاره في تخطيطنا. يمكن الفرقه 19 سنه الاقل من ال 21 هي في معسكر وهتسافر تلعب بطوله افريقيا في نيجيريا، و 18 سنه بنات. نهتم بالقاعده الكبيره جدا اللي ان شاء الله على المستوى المستقبلي يكون عندنا يعني منظومه رياضيه متكامله في كل الاتجاهات. الحمد لله احنا مرينا بمحنه شديده يعني لان الاولاد دول ما خدوش فرصه تدريب كامله لانهم الحمد لله اثبتوا انهم رجاله وقدروا. هو زي ما انت قلت اول مباراه ما كانتش على المستوى لان اسباب كثيره يعني اسباب فنيه واسباب بدنيه والحمد لله ان هم استدرجوا كل الاخطاء بتاعتهم وعملوا ماتشين كويسين جدا 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 وكسبوا. والحمد لله احنا طلعنا اول افريقيا ورايحين كاس بطوله العالم ان شاء الله في سبتمبر ان شاء الله في المكسيك ان شاء الله. النهارده هم شرفونا اداء كمان حلو قوي على الرغم ان المستوى برضو اللي قدامهم كان مكافح شويه بس هم برضو كان ادائهم عالي، عملوا فنتات حلوه قوي حتى على الرغم ان الماتش كان هادي شويه، انما اللمحات اللي يحس بيها لاعب الكره الطايره او فني الكره الطايره يحس ان برضو الولاد قالوا لا احنا عندنا فولي على مستوى اعلى واحنا فعلا رابع العالم واحنا فعلا مستوانا عالي على الرغم ان المباراه هاديه وبسيطه انما برضو حطوا لمساتهم. النهارده الحمد لله قدرنا نتعامل مع فريق المغرب بالشكل اللي احنا عايزينه، قدرنا نوصلهم بطريقه اداء اللي احنا عايزينها. النتيجه طبعا موجود كبير من جميع اعضاء الجهاز الفني، عندنا سكاوتر على مستوى عالي جدا كابتن مصطفى صالح وعندنا مدربين على اعلى مستوى، قدرنا نجهز اللعيبه عن طريق الاحصاء واشتغلنا بطريقه لعب معينه هي دي اللي ساعدتنا ان احنا نمسك الجيم من الاول وقدرنا ربنا كرمنا ونكسب الجيم. نشكر الناس كلها والله على مساعدتنا من سياده الوزير والعاملين بالوزاره ورئيس الاتحاد وكل العاملين بالاتحاد ومدير البطوله، بجد احنا عاملين شغل يعني تعبنا فعلا والحمد لله. الحمد لله بنشكر ربنا على المجهود اللي هو ان احنا بقينا بطل افريقيا والموضوع البطوله دي كانت غايبه عن مصر بقى لها فتره فالحمد لله. اول بدانا بدايه مش موفقه ما كناش موفقين اول ماتش، بعد كده قعدنا مع بعض وفوقنا شويه على ماتش الكاميرون، طبعا فرقه الكاميرون فرقه محترمه وقويه جدا بس الحمد لله طبعا خبراتنا في كاس العالم وكده هي اللي فرقت دلوقتي وكنا فايقين الحمد لله. ماتش المغرب الحمد لله الدنيا فرقت شويه. دي ماتش بطوله مش هزار، اللعيبه كانت متجهزه بشكل نفسي اكبر من كده بكتير وكانوا نازلين يعني ولا يعني لا كان ماتش مهم جدا جدا ماتش الكاميرون لان هو ماتش بطوله فعلا بس فالحمد لله احنا كسبنا الكاميرون وكسبنا المغرب. اهلا بيكم مره ثانيه في الماتش. منورني نجمين كبيرين من نجوم الكره المصريه والاهلي والزمالك، الكابتن احمد عادل نجم الاهلي. كابتن احمد اهلا بيك. اهلا بيك، يعني مستعد ان انا موجود معاك النهارده ومع الكابتن احمد مجدي. والكابتن احمد مجدي نجم الزمالك السابق. حبيبي مجدي، عامل ايه اخبارك؟ مسمعك جدا ومع احمد بقالي كتير ما شفتوش. منورين الدنيا حبيبي، ربنا يخليك. هلكانين انتوا ماتشات في 2006 مش كده؟ والله شغالين بقى الدوري واقف فبنشتغل تمارين على فترات وبعد كده بنشتغل ماتشات وديه بنقفل بيها الاسبوع وبعد كده بناخد راحه وبنبدا الاسبوع اللي بعديه لغايه ما نشوف الدوري هيرجع ولا مش هيرجع ولا النظام بتاعه. عندك افكار كتيره جدا ودراسات بتعملها، شايف ان تطبيقها على 2006 مع نادي بيراميدز بتجيب نتيجه او مفيده بالنسبه لك؟ والله بص حتى وقتنا هذا في دماغي اللي انا يعني اللي انا نفسي انفذه معاهم ما وصلتش مثلا غير في 30% في منه لان خلي بالك اللعيب الصغير بالذات صعب يعني تقدر تحط افكار وتقدر تحط شغل ولكن مش على طول باستمرار يعني لازم توصل له الافكار الفكره الاولانيه وتبدا تشتغل عليها فتره وبعد كده تبدا الفكره الثانيه وكله بيترتب فوق بعضه. اهم حاجه تشتغل الافكار صح، ما تجيش فكره من اليمين فكره على الشمال فكره فوق فكره تحت لازم كل حاجه مرتبه لكن في الاخر بياخد وقت عشان تاخد فرقه محترمه تقدر تطلع يعني تطلع وتلعب كوره كويسه مش اقل من سنتين ثلاثه عشان تبقى معاهم ومعاهم باستمرار ومعاهم انت اللي بتحط كل حاجه وانت اللي بتمشي وانت اللي بتجيب وانت اللي بتبص على الاختبارات وتبص على كل حاجه لكن المواهب موجوده لكن اللي عاوز شغل
للاسف احنا لما تيجي تبص قطاعات ناشئين الا ما رحم رب يعني هتلاقي كل اللعب كل كور طويله ايوه ومفيش حاجه بتعلمها الولد يبدا الكره من تحت ازاي والكلام ده كله فعشان عشان كده بيتصدم لما يطلع بقى بمستويات اعلى من البراعم ثم القطاع يعني انا من وجهه نظري عشان تعمل لعيب كويس هو رقم واحد من البراعم مش من الناشئين البراعم لو اتعلم استلام تسليم باص دريبل كل حاجه طالع متعلمه صح تخش انت في الناشئين مرحله اسهل تحط تكتيك تحط شغل بدني تخططي ازاي توقفه في الملعب ازاي يشتغل ازاي يهاجم ازاي يدافع اسهل لكن ما ينفعش يطلع لك بالبراعم هو مش متاسس صح تبدا انت تاخد الحاجات اللي المفروض تعملها في البراعم تعملها له انت فبتضيع عليك وقت كبير جدا جدا هي دي المشكله واعتقد ان حتى يعني المنتخبات الناشئين اللي هي الناشئين والشباب اللي هو في الوقت الحالي هيعانوا شويه طيب الاهلي امبارح والزمالك تعثره الاهلي خسر من سيمبا والزمالك تعادل مع تونجت في دوري الابطال لكن ده في الجوله الثانيه من اصل 6 مباريات كابتن عادل الاهلي امبارح خسر بنتيجه مش يعني خساره لكن كمان الاداء ما كانش كويس مع ظروف اكيد مختلفه ممكن الواحد يتكلم عليها شفت ازاي اللقاء ده والخساره اكيد هي نتيجه مخيبه لجماهير النادي الاهلي وخصوصا انت يعني فريق محقق البطوله فما ينفعش بكل المقاييس ان انت حتى تظهر بالمستوى اللي انت ظهرت عليه بعاتب شويه على مستر موسيماني على التشكيل اللي اتحط على التغييرات على طرق اللعب في مباريات هو بيغير على طول في طريقه اللعب الطريقه المعتاده للنادي الاهلي 4-2-3-1 ايوه لكن في المباراه دي ومباراه بايرن ومباريات البالميراس اخر 3 مباريات لمستر موسيماني مباراه بايرن بيلعب 4-2-3-1 كل مباراه وليها ظروفها لكن بيبقى ليها طريقه لعب لكن انا بشوف التغييرات اللي بتحصل في التشكيل طرق اللعب هي اللي بتسبب ازمات لفريق النادي الاهلي اكيد كابتن مجدي الزمالك الناحية التانية يمكن كان قد يكون الحال أفضل من ماتش الأهلي لكن في الآخر إهدارات الفرص لسه مستمرة في مباراتين لا أهداف شفت إزاي التعادل مع تونجت بص هو عامة هنيجي نتكلم هاني في مجموعة زي مجموعة الزمالك الماتشات كلها اتبنت قدامك أو ظهرت هو الزمالك أقوى فريق موجود في وجهة نظري في المجموعة ولكن الماتش اللي أنت المفروض تزعل عليه هو ماتش مديرية الجزائر إنه في أرضك أنت طبيعي أنت عاوز تكسب ماتشاتك كلها اللي في أرضك وبعد كده تبدأ تعمل نتائج إيجابية بره أرضك وده اللي الزمالك ما عملوش الماتش الأولاني لكن عمله في الماتش الثاني ولكن أنا من وجهة نظري كان الزمالك يقدر يعوض تعادل المولودية مع امبارح في ماتش تونجث السنغالي كان الماتش من وجهة نظري كان سهل في الملعب وكان الزمالك قدر يخلص وقدر وصل كتير جدا جدا ولعب في 40 متر وكان شكله كويس جدا جدا ولكن هي ترجمه الفرص هي المشكله الكبيره اللي لازم مستر باتشيكو يشتغل عليها حلو قوي يشتغل عليها دي بتطلب من باتشيكو يشتغل على اهدار الفرص دي معنى كده ان المدرب ليه يد طبعًا. في اهدار الفرص ازاي بتتعالج بص هاني هقول لك على حاجه لانه في ناس واخدت بالك كده كابتن عادل بيقولوا هو يعني هينزل يجيب الكره برجليه بص هاني غير تخصص عادل هو الماتش في الاخر لو طلع تعادل هو مين اللي بيشيله المدرب خسر مين اللي المدرب. بيشيله المكسب هو اللي بيشيله المدرب اي حاجه ما حدش يقول لك لو اللعيبه لسه هي لعيبه فريق اول او لعيبه كواليتي معين ما اشتغلش معاها لا ما ينفعش اي لعيب ولو وصل 30 سنه و35 سنه واشتغلت معاه على حاجه معينه هينفذها انا من وجهه نظري ان اختيار انا ما اعرفش هو بيشتغل على الفينش ولا في التدريب ولكن ممكن الجو في مصر هنا او الشغل في مصر هنا اختيار نوعيه التدريب نفسها بتاعت الفينش اعتقد عاوزه تتبص عليها شويه هديك مثال صغير جدا بجوارديولا جوارديولا لما تيجي تبص على تمارين الفينش او تمارين الشوط بتاعه على الجون او الانفرادات هو بيشتغلها بحمل الماتشات اساتيك جامبات سبرنتات رشاقات خلي بالك الكلام ده كله انت في الاخر لما بتروح على الجون ما بتوصلش وانت منفرد بالجون بتعدي واحد ضد واحد فتلاقي كتف جنبك بتروح سبرنت مثلا 40 50 متر فالطبيعي جدا لما بتشتغل حمل ده في التمرين بتلاقيه فين بيسهل في لك لما تواجهها في الماتشات لما توصل وانت تعبان هو خلي بالك اتخاذ قرار زائد فينش هو في الاخر كله قوه عضليه مفهوم قوه عضليه عضلتك وانت بتفنش تعبان هتاخد الكره الغلط هديك مثال صغير جدا الكره امبارح بتاعت اوباما في اخر المباراه راجل عدى ورفع عينه صح قوه الكره اللي راحت لامام عاشور كانت عامله ازاي ضعيفه بالعكس قويه قويه قوي قويه فهي تقصد دي قويه دي حاجه لا انا قلت لو اقوى من كده كانت ممكن تبقى اتجاهها مباشر للمرمى بالعكس خبطت في امام خبطت في المدافع يعني انت لو انت اصلا بتديها لامام اولا تاني حاجه امام مش واقف على
على طراطيف صوابعه. تمام. خلي بالك في حاجات خفيفه جدا جدا انت والكره جايه لك وانت طراطيف صوابعك وبالذات الملعب كان وحش تقدر تحطها. أيوة. الحاجه الثانيه اللي هو لو انت بتشتغل في الحته دي على طول باستمرار في التمرين هتبص لمين؟ لمروان اللي راجع الناحيه الثانيه فاضي. الطبيعي اللي انت بتتمرن الحاجات دي كتير وتخش منطقه الجزاء كتير لازم ترفع عينك وتبقى لازم ترفع عينك. خلي بالك اللعيبه الثقيله والكواليتي اللي انا بتكلم فيه ده هو الفوارق بين اللعيبه الثقيله واللعيبه العاديه. أيوة. الحاجات اللي الخفيفه اللي انت ممكن ما تاخدش بالك منها. انت في لعيبه الكره اللي هم في اوروبا اللي هم كبار هتلاقيه بيبص قبل الكره ما تجيله مثلا مش اقل من 6 7 8 مرات انا حواليا ايه مزبوط. شايف ازاي. فانت ما بتخش في المكان ده في التمرين وتقعد وتبص تشوف مين الاحسن. وحتى في مشكله برضو بتقابل الزمالك مش بس الفينش لما بيوصل في مناطق معينه على منطقه جزاء التمركز اللعيبه نفسها ما تحسش اللي هو في اتفاق عليه معنى مين على البعيده مين على القريبه مين اللي هو ياخد انت خلي بالك دلوقتي هاني مش كنت تلات ارباع لعب في العالم انت بتوصل الحته دي وتبص الراجل اللي جاي من بره مش تبصش على الفراوده ولا تبص على الراجل اللي جاي في بعيده انت بتاخدهم وبتمشي وبتاخد عين المدافعين والراجل بيحط الكره لتحت. فانت لما وصلت امبارح فتوح وصل كذا مره عبد الله جمعه منازل كذا مره وصل فيها اوباما وصل الناحيه الثانيه مسلوسي وصل كل الكور اللي اتلعبت بالعرض ما كانتش راح لحد مظبوط كانت بتلعب في اتجاه الجون او في اتجاه اللي هو المفروض تلعب فيه وخلاص. لكن لو انت عندك بتخش في تمركز معين في الشغل في جوه منطقه الجزاء هتلاقيك اوتوماتيك طول ما انت شغال في التمرين هي صوره بتظهر قدامك. أيوة. انا جت مرنت عليها في التمرين في الماتش انا هنفذها بالطريقه دي فانت لازم باتشيكو يختار انواع اتخاذ القرار مع انواع كمان تدريبات الفينش لان خلي بالك انت ممكن تلاقي 6000 تدريبه فينش بس مين اللي هتفيدني انا كفرقه كامكانيات فرقتي اللي انا ايه المشاكل اللي عندي. فالكلام ده لازم باتشيكو اتحمله مليون في الميه ما اقدرش اتكلم واقول اللعيبه كواليتي ومش كواليتي لا لو طول ما انا بشتغل مع اللعيبه باستمرار على الحته دي بنوصل للجون. وخلي بالك صعب اصعب حاجه في الكوره ان انت توصل للجون لكن في الاخر لازم تترجم الفرص دي لجوان. طيب كابتن عادل في نفس السياق يعني مباراه الزمالك مع تونجت الزمالك عانى الموسم ده مش بس في ماتش المولوديه وتونجت امبارح من اهدار الفرص حتى في الدوري ضيعت له نقاط يعني دي بتبقى علاجها ازاي او هل دي يسال عنها اللاعب اللي بيضيع ولا المدرب؟ انت قلت ايه رايك في القصه؟ انا بقول لك بيبقى في تمارين تخصصي في تكتيك معين بيتلعب على الجون في تكتيك معين حتى الاربعه اللي بيلعبوا التكتيك بيبقوا متعودين على اللعب بعض يعني في لعيبه بتبقى متعوده على لعب بعض لكن في التكتيك والشغل اللي على الجون حتى ليه هنا بنقول مثلا المباريات الوديه عشان بطبق فيها الشغل المباريات الوديه غير الرسميه الرسميه هو خلاص يعني بعالج اللي انا اخطات فيه في المباراه الوديه لكن لما بتيجي في الرسمي وبتضيع لا بيبقى في حاجه هنا ده شغل ممكن دي اوف بالنسبه للعيبه أي. لكن بيبقى في معالجه الاخطاء دي زي ما بنتكلم فيها مجدي لا بيبقى في شغل على الجون بيبقى في تكتيك معين بيبقى في تمارين تخصصي زي ما بتعمل تمارين تخصصي للمدافعين ان انا ازاي اقفل وازاي ابقى منظم أي. في الحاله التنظيميه الدفاعيه لازم في الحاله الهجوميه حتى لما بغلط في التمرين انا بوصل لمنطقه معينه وببدا ارفع عيني او بلعب لتحت او بلعب على البعيده دي الاخطاء دي لما بتشوفها في المباراه الرسميه فدي اكيد شغل بيرجع للمدير الفني. في الاهلي امبارح كان الفرص مش كتيره لكن كان في فرص سواء فرصه بواليا او كهربا وفي اخر الماتش فرصه محمد شريف التصويبه اللي عملها لكن على جانب اخر كان دفاعيا الاهلي التمريرات اللي بين الخطوط اتعملت كتيره والمهارات الاهلي ما عرفش يقف قدامها بتاعت لعيبه سيمبا. المشكله كنت شايفها ازاي؟ هل فكره الربط بين الخطوط او محمد مجدي قفشه تحديدا غيابه هو اللي عمل كل المشاكل دي؟ بص زي ما كلمتك في اول الحلقه ان التشكيل هو اللي بيسبب مشاكل يعني هو التشكيل وفي تغيير بعض اللعيبه هو اللي هيسبب لك ازمه ويسبب لك مشاكل. بص في كل الحالات الدفاعيه اللي كانت على النادي الاهلي كان في زياده عدديه من النادي الاهلي بس ما حدش ماسك حد كنت هتلاقي 3 4 لعيبه وسط مثلا 7 8 من لعيبه النادي الاهلي بس ما حدش ماسك حد. هنا بقى التمركز الدفاعي اللي انا بكلمك فيه ان لازم اقرب واحد او الكلام حتى بين المدافعين لا امسك لا في ظهرك لا خلي بالك فدي عايزه قائد من ورا لكن انا بشوف ان انت من اول المباراه انت بدات بمحمود وحيد هو بعيد خالص عن فورمه المباريات كان ممكن تبدا بايمن اشرف حتى لو انت عايز تامن دفاعيا وايمن ادى في المكان دوت في مباراه بايرن والمباراه بالمراس كباك ليفت حتى لو انت عايز تدافع كويس هتلعب ايمن اشرف لكن محمود وحيد لسه رجله مش في الملعب بنسبه 100% ما لعبش الماتش المريخ لاول مره من شويه واجاي لسه كتير. راجع برده من اصابه خد شويه في مباراه بالمراس بس ما تقدرش تعتمد عليه. عندك محمد شريف كان في احسن حالاته برده ما بداتش بيه بكلمك حتى في طريقه اللعب الثلاثه اللي في نص الملعب لو بتتكلم على اكرم توفيق واليو وحمدي فتحي هم مش متعودين على لعب بعض حتى لما بيلعبوا جنب بعض
هو عايز يلعب 4-3 بس المهام الهجوميه والدفاعيه هي مش عندهم لان هم مش متعودينها. لكن كان مهم تلعب السوليه. ايوه يعني السوليه بيعرف يلعب جنب حمدي في نص الملعب، فطريقه اللعب هم متعودين على بعض. لكن ان انت هتحاول تجرب في مباريات زي دي اكيد لازم هيحصل مشاكل في الدروب زي ده. النهارده موسيماني لما اتسال في الموقع الرسمي للاهلي قال انه كنت بلعب بثلاثه علشان بحاول اديهم ادوار دفاعيه وهجوميه بعد ما درست سيمبا كويس، وظروف بقى الطقس والرطوبه كانت كلها مخلياني لازم العب بثلاثه. هل تتفق مع التصريح ده ولا شايف كابتن مجدي انه كان في احسن من كده على مستوى الشكل او التشكيله؟ بص هاني، لو هتلعب بسته هديك مثال صغير جدا. الانتر بيلعب بكام؟ 5-3-2. يا يظهر انتر قدامك ان هو بيدافع او ما بيقدرش يهاجم كويس؟ لا، هو الموضوع مش كده. الموضوع مهام اللعيبه دي ايه. انا لما اجي العب مثلا هلعب بثلاثه في وسط الملعب، طب انا بامن حته معينه، طب بعد التامين هيحصل ايه؟ الواضح يعني انا اكتر حاجه شفتها في النادي الاهلي امبارح نقطتين. نقطه مساحات الواسعه الكبيره جدا 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 بين الخطوط، وده عشان تيجي تحلل بقى فرقه بعد لو بعيد عن ال 40 متر ما تحللش اي حاجه في الكوره. ما تتكلمش في الكوره، هتظهر بالمظهر ده. مع الرطوبه مع الجو انت فتحت الملعب بتلعب في 70 متر. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الراجل نزل تحت قوي. طب نزلت تحت قوي، الكلام ده طالب منك تحول باستمرار مع الجو الوحش مع الرطوبه. هتلاقي الناس اللي بتتحول دي مره واثنين ثلاثه وهتلاقي الموضوع صفر. لكن كنت عاوز تشتغل عاوز تشتغل تلتين ملعب. ما اشتغلش انا اخطر حاجه اي فرقه بتشتغل عليها هو اللي انت بتشتغل دفاع متاخر. دفاع متاخر ده محتاج تحولات وسرعات كبيره جدا جدا جدا. طب عشان اعملها الجو هيساعدني؟ الرطوبه هتساعدني؟ لا مش هتساعدني. لكن لو لعب في تلتين ملعب عندك قول 10 متر وراك و20 متر قدامك. تقدر تشتغل في التحولات، تبقى السرعات تبقى اقل، الخطوات تبقى اقل. فتقدر تشتغل. الحاجه الثانيه لو ما اشتغلتش في بلوك واحد ما تستناش حاجه من الكره القدم. ولا فرص ولا تحول ولا استحواذ ولا ضغط ولا اي حاجه. ومشكله الاهلي كمان ان هو ما كانش في ضغط في وسط الملعب. يعني زي ما احمد كان بيتكلم، ممكن تلاقي 3-4 لعيبه من فرقه سيمبا شغالين وفي 7-8 من النادي الاهلي. طب فين؟ تعب، هو تعب اوريدي واجهاد وكل حاجه، ولكن في الاخر العب ب3-6-1 بس في الاخر مهامهم ايه؟ مفيش اي مشكله عندي. فاهم يعني العب على العيب، حتى واحد السوليه مثلا بيروح ويرجع. قال ديانج، طب قال مش ديانج واكرم وحمدي اللي مهامهم الدفاعيه اكتر؟ انت ممكن تقول لي ديانج كمان زيد وارجع. مش متعودين يلعبوا جنب بعض. غير التعود يا عادل، انت ثلاثه نفس الشكل. فاهم؟ السوليه الوحيد اللي ممكن يروح ويرجع يروح ويرجع يديك يديك شرط عشان مظهر في الكوره. بص يا مجدي، هو مش شرط عشان يبان ان انا بدافع لازم العب بثلاثه. صح، مفهوم. ما انا لو لعبت ايمن وما طلبتش منه مهام هجوميه فهتبقى انت واقف ثلاثه ورا، حتى لو اديت هاني شويه هتتكلم مع الاثنين في النص لو بتلعب 4-2-3-1. فمش شرط ان انت تلعب بثلاثه فيبان ان انت بتدافع. الحته كمان هاني اللي ظهرت مهمه جدا امبارح، ان الراجل ما كانش مقسم الماتش. يعني في اوقات في الجو ده انت ممكن اضغط ربع ساعه. صح، اضغط ربع ساعه ممكن اموت نفسي فيها واجيب جون وبعد كده انزل تحت ربع ساعه تانيين. يعني لو تفتكر ماتش سان داونز والاهلي، سان داونز الخمسه مع لا مع مع بايلر مع بايلر هناك الفوز لما تعادل هناك، لما كسب يعني. لا ما كسب هناك او تعادل هناك تقريبا في الاهلي كسب هنا وتعادل هناك. ايوه مش الماتش اللي هو كان فيه خساره كبيره، لا الماتش اللي هو بتاع الافريقيا اللي فات. الراجل كان مقسم الماتش، دافع اول ربع ساعه ثلث ساعه ما دخلش فيه جون، راح مهاجم ربع ساعه تانيين، اشتغل بعد كده راح نازل تحت الكوره وهكذا. انت في الجو ده هاني وفي التوقيت والجو الرطوبه والكلام ده كله لازم تقسم الماتش، امتى ههاجم وامتى هنزل دافع. مش هنزل اقعد ال 90 دقيقه دافع بس، الموضوع هيبقى صعب جدا. وانت النادي الاهلي بمناسبه سان داونز، واحد امبارح من الاصدقاء كنا قاعدين بنتفرج على الماتش سوا قال لي الماتش هو اهلاوي كبير يعني، قال لي الماتش ده بيفكرني ماتش سان داونز، لكن لحسن حظنا ان سيمبا اقل من سان داونز اللي هو في ماتش الخمسه يعني. فهل الاهلي كان بنفس السوق؟ هو ما تقدرش تقول بنفس السوق، لكن كنت ممكن النتيجه تفتح معاك. كانت ممكن النتيجه تفتح معاك، لان انت مجدي اتكلم في حاجه مهمه، ان انت في فرق لما بتدافع في تلتين ملعب وضايق مساحات، وفي فرق لما انا بفتح ملعبي. لو تفتكر ماتش سان داونز خمسه ان احنا لحد الدقيقه 90 الاهلي مفتوح، الاهلي بيهاجم. الاهلي دي برضو مش عايز اقول لك دي مدير فني، حتى لو مدير فني هو مش دي اوف بالنسبه له او هو مش معانا احنا كلعيبه،
لا اوقف النهارده دي اوف بتاعنا احنا أي. مش احنا مش فايقين كنا على طول واحنا بنلعب كده كان عماد النحاس من ورا ولا شادي وائل جمعه حضري لو مش يومكم يقول لك اهدى اوقف يعني انا مثلا لو احمد عادل طاير عايز يهاجم لو مثلا جيلبرتو لو مثلا علي معلول عايز يهاجم لو هاني عايز يهاجم لا في ورا في حد لا اوقف ما تطلعش ما تهاجمش حد مثلا محمد شوقي مسك في نص الملعب كان يعني يقول لك انت ما تهاجمش فدي حاجات بتاعت لعيبه مفهوم لكن ان السكور يعلى منك او ان انت تبقى واقف مش متمركز كويس دي برده محتاجه قائد في الملعب فهنا عشان كده بقول لك ممكن غياب القائد داخل الملعب ده ياثر عليك بصوره سلبيه زي غياب القائد داخل الملعب دي اللي هي دونا عن حراس المرمى تحديدا ولا بما فيهم حارس المرمى؟ زي مثلا لو حد في نص الملعب مسح حسام غالي فهو اللي بيتحكم في رتم اللعب تمام ان رتم اللعب يبقى عالي او رتم اللعب يبقى هادي ودي برده راجعه لحته ان المدير الفني قسم المباراه ايوه قسم المباراه ان انا عارف ان الجو مش كويس عارف ان فريق عنده سرعات فمش ههاجم في اول ربع ساعه لازم برده مرحله جس النبض الاولانيه دي ان انا ما اخش فيها حاجه تمام طيب في الزمالك امبارح حصل عده تغييرات في الشكل يعني جنش هو اللي لعب مكان ابو جبل المسدوسي لعب مكان حازم امام واسامه فيصل هو اللي قاد هجوم الفريق هل دي سببت بشكل او باخر اي هزه في الفرقه؟ لا ما شفتش يعني هزه بالعكس خلي بالك برضه يعني انت بتلعب على دوري وبتلعب افريقيا أيوة. مش عاوز ترمي كل 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 اللعيبه اللي عندك في افريقيا في الجو اللي بيقول لك الملعب كان وحش جدا مظبوط اللعيبه نفسها بتقول لك ارضيه الملعب تحس ان هي يعني حديد انت تحت رجلك فانت هتجي اللعيبه وهتتعبهم انت عندك ماتش كمان يوم الاثنين مع وادي دجله عاوز تقفل صفحه افريقيا فانت لازم توازن بين اللعيبه وبعض يعني جنش محتاج ياخد وجنش ما بياخد يعني ما شاء الله ما بتحسش هو غايب عندك المسلوسي امبارح ثقة كبيرة في نفسه النادي في جمهور نادي الزمالك بس في الاخر لازم تاخد وتدي في اللعيبه يعني مش على طول مش لعيب يلعب ماتش ويقعد اربع خمس ماتشات وبعد كده عاوز تحكم عليه كلاعب لا ما ينفعش النهارده عبد الله جمعه نزل عمل فرق فانت دخلت دلوقتي في منافسه مع احمد فتوح وهكذا انت لازم بتشتغل على تكتيك الماتش اللي انت محتاجه او انت شايف ان احسن لعيبه في التوقيت ده يلعبوا الماتش ده والناحيه الثانيه اما تيجي هتلاقي اعتقد من وجهه نظري تلاقي باتشيكو مغلو 2 3 في ماتش دجله عشان اللعيبه تبقى فريش ويبقى يخلق لهم حوافز جديده تغيير الجمعه دي بالمناسبه بدلا من ابو الفتوح هي لتنشيط الفريق بس ولا كان وجهه نظرك ان ليها اهداف تكتيكيه او اهداف اداء يعني؟ اعتقد ان فتوح تعب والجبهه بدات تقل شويه هجوميا وهي مفتوحه اوريدي يعني في مساحه قدام بس فتوح مش قادر يروح فاعتقد كان تغيير موفق جدا وعبد الله لما نزل راح على الجون كتير وقدر يشتغل كويس كتير ده نفس سبب نزول ايمن اشرف مكان وحيد ان انت عايز بقى خلاص دقائق اللعب بقت قليله محتاج انك تضغط يمكن تسجل مش كده؟ اكيد وخصوصا زي ما قلت لك ان محمود وحيد هو بقاله كتير غايب وفورمه المرات مش عنده لكن لما بتحاول ان انت تنشط الجبهه اكيد كنت لازم تستعين بأيمن أشرف لأن رجله في المكان ده وبيأدي فيها بصورة جيدة حتى بيقوم بالمهام الهجومية وده اللي ظهر في كأس العالم للأندية أن أيمن ظهر بمستوى غير الناس متوقعة أن هو بيهاجم أن هما كل الناس متعودة أن أيمن بيلعب بسيرد باك لكن هو من حتى في منتخبات الناشئين وفي الناشئين النادي الأهلي ومع النادي الأهلي في أول فتراته أول ما صعد كان بيلعب كباك ليفت فيعني عوض غياب شويه في اول ما نزل عمل هجمه كويسه الانطلاقه الاخطر يمكن في الشوط الثاني عوض صح. يعني غياب علي معلول واكيد هتلاقي يعني برضو ان انت بتتكلم على محمود صعب. وحيد علي معلول صعب صعب تعويض معلول بعض الشيء افتح لعب هجومي يمكن من اهم مفاتيح اللعب اهم من المهاجمين نفسهم لانه بيجي من تحت مش متشاف وهو عنده كروس كويس جدا ومش الكروس بس هو بيعرف يقطع كويس وبيعرف يعمل 1 2 مهاري تحس ان هو باك مهاري فصعب تعويضه اكيد هو كمان عنده خبرات هاني ان هو بيعرف يدافع امتى ويهاجم امتى ولما بتطلب منه مثلا في الشوت 3 4 كروسات بيقدر ان هو حتى لما بيوصل بيرفع عينه هو عارف هو في ناس بتوصل وتعمل وخلاص لكن هو بيوصل وعارف بيعمل تحت امتى حسب التحرك بيعمل على البعيده امتى كروساته حتى بيبقى متقنه حتى في الكرانر بتاعته فهو انت عندك الفرق الكبيره لازم طرفين الملعب يبقوا مفاتيح لعب مفاتيح لعب بس ده برده بيدي تامين من الديفندرات فهو طول ما هتلاقي طول ما علي بيهاجم هتلاقي واحد من الديفندرات حمدي هتلاقي مايل ناحيته فدي بيدي له حريه يعني هو طالع مجدي هو طالع مش قلقان ده في الاخر شغل المدرب عادي يعني ده شغل المدرب في الاخر انت ما انا بهاجم بالباكين بتوعي هامنهم ازاي ده كله شغل مدربين في الاخر مش مدرب مش لعيب طيب موسيماني انا اللي اعرفه انه في كذا ملحوظه فنيه من النادي الاهلي ليه يعني اتكلموا معاه في اكتر من ملاحظه حتى بعد التتويج بدوري الابطال على مستوى الشكل وعلى مستوى الاداء الفني
لكن بتكلم بقى على الناحيه الجماهيريه وتعليقك انه هل بدا يفقد الشعبيه؟ هل موسيماني بالفعل يستحق الانتقاد لانه بقى في تباين في الاراء ما بين انه لا ما يستحقش وما بين انه لا مش ده الشكل اللي الاهلي عايزه؟ انت ايه رايك كابتن عادل؟ انا مع انه يعني انا متخوف من حته ان هو يبقى واخد اخر فتره فايلر. اخر فتره فايلر ان انت بتلعب بطريقه لعب، لان هي نفس السيناريو بالظبط ان انت بتلعب بطريقه لعب هي مش هتتناسب مع القماشه اصلا اللي معاك. فعشان كده هتلاقي نتائج سلبيه. فاللي انا متخوف منه ان هو يفضل يلعب بطرق لعب او لعيبه مش في اماكنها. وفي مباريات يعني انا بكلمك في مباراه بايرن انت بتلعب 4-2-3-1 فطريقه معتاده. ايوه. مع ان انت لو عايز تامن دفاعيا وعايز تقفل نص الملعب هتلعب 4-3-3. عكس الطريقه في مباراه بالمراس. لعب 4-3-3 مع ان طبيعي ان انت تلعب 4-2-3-1 لان انت عايز تكسب. وفي نفس الوقت انت لما بيبقى عندك لعيبه في فورمتها، يعني محمد شريف كان في احسن حالاته وبعد كده قعد وبعد كده رجع اجاي اللي هو لسه جاي من اصابه وبدا ياخد. لا طب ما انت ثبت الناس اللي بتلعب جنب بعض قدام كحسين او كهربا او ما حسين كان مش موجود، طاهر ما كانش موجود، وجايه في الماتش اللي قبله بتاع المريخ كان ظهر بشكل كويس الى حد ما يعني كلاعب لسه راجع مش كده؟ انا بكلمك ان انت محمد شريف ان هو كان بيكسبك كل مباريات وفورمة كويسه قعدته اصلا من الاول كانت غلط؟ ما تخسرهوش، ما ينفعش تخسره لان انت لازم تديله، لازم تديله عشان ثقته في نفسه. لكن لما انت هو بيبقى كويس وبعد كده بتقعده وبتلعب حد مثلا لسه جاي فممكن الاداء هيتاثر شويه. وما بتقعده مباراه واثنين وثلاثه فممكن معنويا تفقده. فلا يعني لو لما حد بيبقى في احسن حالاته او بيبقى ماشي كويس او مكسب للفريق لازم تديله ثقته طبعا. كابتن مجدي انت بتميل لاي فكر من افكار المدربين؟ المدرب اللي اول ما الصفقه جات له ينزلها على طول بما انها رجليها في الملعب ومش محتاجه اعداد، ولا اللي يدخل تدريجيا يعني الاول بره ال 18 بعد كده ياخد كام دقيقه لما يكون الفريق مرتاح بعد كده تدريجيا يدخل انه يكون المهاجم الاساسي؟ حسب احتياجاتك الفنيه. في اوقات مثلا انا بجيب مهاجم وانا ما عنديش مهاجمين او عندي مشكله كبيره في المهاجمين فلازم لازم احطه. وانا شايفه اوريدي وشايف اداؤه وشايف، ولكن هي الموضوع كله هيتكيف مع الفرقه ازاي؟ امتى؟ هو ده مش ده نصيبه بقى، يعني ده نصيب بمعنى دخلت جوه الفرقه بسرعه، اللعيبه احتضنتك، بدات تاخد على الفرقه، طب هتقدر تستحمل الضغوطات اصلا اللي انت جاي عشانها ولا مش هتستحملها؟ هتستحملها بعد شهر، بعد شهرين، بعد يوم؟ يعني مثلا مثال صغير، الجزيري في الزمالك تحس ان هو بيلعب من زمان مع الزمالك، ما عندوش موضوع الضغوطات وما عنديش اللي انا مضغوط وان انا راح العب فرقه كبيره والكلام ده كله، تحس ان هو دخل في الاجواء بسرعه، واخد على الضغط، لعيب من شمال افريقيا فواخد على الضغط. لكن تعالى بص مثلا بواليا، لا محتاج شويه وقت، محتاج، وحتى لو جاب جون مش معنى ان انت جبت جون هتفوق وهتشتغل، لا هو محتاج وقت ومحتاج يفهم طرق اللعب، لان الجونه غير النادي الاهلي. طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي غير طريقه لعب الجونه. فانت حسب احتياجات الفنيه، لو انا مثلا جايب ديفندر وانا عندي 3 ديفندرات كويسين، ما ينفعش احط الديفندر وانت عندي 3 كويسين. ابدا اخليه ينافس ويموت نفسه عشان ياخد الفرصه اللي موجوده. لكن انا طول ما انا مثلا في مكان معين زي عادل ما بيقول محمد شريف، انا ما صدقت لقيت مهاجم، يعني صدقت لقيت مهاجم بيكسبني وشغال معايا كويس اقعده واشوف حد تاني مكانه؟ لا بالعكس، انا صدقت في النادي الاهلي بقاله فتره كبيره بيدور على مهاجم. ولا ضليته ان الراجل رجع من اعاره واشتغل وجاب اجوان ومشي الدنيا كويسه، لا انا بالعكس انا اديله الثقه واشتغل معاه اكتر واكتر واكتر. وحتى لو في نواقص عنده اشتغل عليها، انا هناك مدرب هقعد اعمل ايه؟ مفهوم. زيزو وبن شرقي مش في افضل حالاتهم الفتره دي، ايه السبب؟ هل هي مشكله برضو فنيه ولا مشكله انت شايفها ليها وجهه نظر يعني؟ بص عشان نبقى متفقين، زيزو من احسن الامكانيات الموجوده في مصر. يعني خلينا متفقين، وبن شرقي نفس الموضوع من احسن المحترفين الموجودين في مصر. زيزو عنده مشكله شويه ان هو على طول بيعتمد على ادائه البدني. وده في وقت من الاوقات مش على طول ادائك البدني هيخدمك. لا انت في اوقات لما تطويري انت بتلعب كل 3 ايام ماتش وبتلعب على طول باستمرار اساسي. لا في اوقات لازم اشتغل بمخي ان انا ما بقاش مجهد هاني وانزل استلم الكره من وسط الملعب، ما بقاش مجهد وعاوز اخش ادقص بين 3 و4 واعمل 1-2 ومش عارف ايه، لا لازم استفاد كويس جدا جدا المجهود البدني. وحاجه كمان ان الراجل لازم يريحه على الاقل ماتش. يعني ماتش يستريح فيه هتلاقي الدنيا هديت، هتلاقي هو خد نفسه بقى فريش، يبدا يشتغل ويبدا يرجع تاني لمستواه. لكن طول ما انت بتلعب وانت وحش ده دور الراجل نفسه. يعني طول ما انت بتلعب وانت وحش هتفضل وحش. مفهوم. اقعد ماتش خليه يبقى فريش، وانت عندك اوريدي عندك شيكابالا وعندك بن شرقي وعندك اوباما وعندك، يعني عندك اوريدي المنطقه اللي قدام فيها لعيبه كويسه. فممكن يقعد ويشتغل مثلا ماتش راحه. لكن بن شرقي الناحيه الثانيه مش ماتش بن شرقي امبارح، ده مش ماتشاته.
عايز جو على الارض اكتر، جو الحر والملعب الوحش والكلام ده كله مش ماتشه. عاوز بشار عاوز جو كويس، وعاوز كوره على الارض، وعاوز استاد كويس تقدر تلعب عليه. فده مش هتقدر نحكم على بن شرقي في ماتش زي بتاع امبارح، لكن في الاخر هو مؤثر جدا جدا مع الزمالك. خلي بالك بمناسبه الزمالك، فعبد الشافي راجع التدريبات خلاص من التدريب اللي جاي على طول يوم الخميس اللي هو بكره. هيعود للتدريبات بشكل كامل على مستوى التدريبات الجماعيه بعد ما كان رجع فتره بعد اصابه الكتف، اتصاب تاني في الركبه، فخلاص اتاهل واصبح جاهزا للمشاركه في التدريبات. كابتن عادل، بص في تعليق بس حته مجدي مش عارف اتفق معاه فيها ولا لا، ان اللعيب يعني مثلا يعمل له ماتشين كويسين او ثلاث مباريات كويسين فيقول لك شفت فلان، مش عايز اذكر اسماء، شفت فلان، ده تقييم الناس بقى عادل للاسف القايم بسرعه. فعشان كده هاني اللعيب يعمل له ماتشين ثلاثه يقول لك ده لازم يروح منتخب مصر، ده بص عامل ايه، بص كان فارق مع الزمالك ازاي، بص كان فارق مع الاهلي ازاي. طب ما تصبر عليه سنه شوف هيعمل ايه. الاستمراريه لكن المهمه، لكن انت يعني الكيرف يا هاني، انا ما ينفعش حتى اللعيبه الدوليين او ان انت تلعب 7-8 سنين بيبقى مثلا الكيرف بتاعك عالي، ممكن ينزل سنه بس بيفضل عالي. عشان كده اللعيبه اللي ليها اسماء ليها اسمائها مش بمباراه او اتنين. لا هو بيأدي 10 مواسم، لا هو بيجيب جوان في العشر مواسم، هو بيأدي بكيرف عالي. لكن ان انت تلعب مباراتين او ثلاث مباريات بيقول لك اللعيب كبير ولعيب، لا اللعيب الكبير هو اللي بيقعد 7-8 سنين بيفضل محافظ على اسمه ومحافظ على مستواه ومؤثر مع فرقته. لكن ان هو يلعب ماتشين وبعد كده يريح فدي مشكله كبيره. لو ليك حق اختيار لاعب من قائمه الزمالك يضاف الى الاهلي باعتبار ان الاهلي محتاج للامكانيات دي دلوقتي، مين تختاره من لعيبه الزمالك؟ في الزمالك؟ انا اتمنى فرجاني طبعا. كابتن مجدي زمالك؟ من الاهلي بقى العكس. من الاهلي؟ علي معلول. علي معلول. ليه فرجاني؟ ليه فرجاني هيكون إضافة للأهلي؟ إيه الجديد اللي ممكن يقدمه عن اللي موجودين في نص الملعب؟ لأن أنت لما قفشة بيغيب لازم بتغير طريقة اللعب. لأن أنت بتفتقد لرقم 10. ورقم 10 مهم في طريقة لعب النادي الأهلي. إن هو اعتماده الكلي إن الكرة لازم تعدي على رقم 10. قفشة لما بيلعب بيقدر يجيب جوان، بيقدر يعمل ثرو، يعني اللي هو عوض غياب اللي هو بتقول عبد الله سعيد في النادي الأهلي. عبد الله السعيد بعد ابو تريكه هو عبد الله السعيد، بعد عبد الله السعيد هتلاقي قفشه. لكن انت حتى لما زي ما قلت لك لما بتلعب قفشه طرف يمين، قفشه مش بيظهر بمستواه، بيظهر سيء جدا، ما بيعرفش يدافع مع هاني، فدي برده بتسبب لك مشكله كمان. ما هو انت مطالب مش مكانه، مش مكانه ان انت بتلعبه هو، فبتطلب منه مهام دفاعيه مع محمد هاني. فاصبح لما كلمت معاك برضو قبل كده في الموضوع دوت اصبح ان هاني هيطلع شكله وحش جدا. ان انا بيجي عليا زياده عدديه، فاكيد لما بدافع على واحد مان تو مان والهاف بيدافع معايا غير لما بيجي اتنين عليا. فدي مشكله لان انت بتفتقد رقم 10، قفشه مش موجود، فانت بتضطر ان انت تغير طريقه اللعب، هي دي المشكله. طيب فيما يخص القائمتين بتوع الاهلي والزمالك اللي هم يعني الى حد كبير مكتملتين، في ناس من نهايه الموسم اللي فات في ماتش الفاينل وهما مستنين الفاينل اللي بعده، يعني الاهلي والزمالك يروحوا الفاينل ويلعبوا بعض تاني. هل بالنظر للجولتين اللي شفناهم في دوري الابطال واضح انه الاهلي والزمالك قادرين يوصلوا للفاينل لو ما اصطدموش ببعض يعني في خلال البطوله؟ جدا. انا شايف ان انا شفت مثلا انا اتفرجت اكتر على مجموعه الزمالك. شايف ان الزمالك اقوى فرقه في المجموعه ورغم شكل المجموعه دلوقتي اللي هو 4-3 لسه بدري قوي على المجموعه، ولكن في الاخر الزمالك اقوى فريق فنيا وبدنيا وتكتيكيا في المجموعه. فعنده القدره ان هو يقدر يوصل، وقوه الاهلي والزمالك دلوقتي اقوياء، يعني ما تخافش عليهم، يقدروا يحسموا ماتشات بره، حتى بره يعني خلي بالك الاول انت بتحط ايدك على قلبك وانت رايح الاهلي والزمالك رايحين بره. لا دلوقتي انت بتروح بره عادي جدا، انت ممكن تلاقي الزمالك الماتش جاي بيلعب الترجي كسبان الترجي في هناك في تونس، نحن النادي الاهلي يكسب بره سهل جدا يكسب بره بغض النظر ان التعثرات، ولكن في الاخر اعتقد ان هم اقوى فرقتين موجوده في كابتن عادل. خلي بالك دي اكيد بترجع لان اللعيبه بقى عندها مقومات البطوله، يعني لعيبه في الاهلي او في الزمالك عندها مقومات البطوله، حتى في نادي الزمالك ان انت بتوصل فاينل دوري ابطال، ودي كانت حاجه بتشرف الكره المصريه لما بتلعب اهلي وزمالك، لكن مقومات البطوله كانت عندك وما زالت عندك، ودي ميزه بتحسب ان القوام الاساسي نادي الزمالك موجود. وكده كده النادي الاهلي محقق البطوله، فزي ما قال مجدي ان سهل وطبيعي ان انت ممكن تلاقي الفرقتين، وانا بشوف ان هم من اقوى فرقتين في دوري ابطال افريقيا بشكل عام. فده ان شاء الله هتكون نهائي مصري ان شاء الله. حراسه المرمى في الزمالك كابتن مجدي
بعيدا عن ماتش امبارح بتكلم بشكل عام، ابو جبل هو الحارس الاساسي امبارح، جنش بيظهر، عواد بيدخل احيانا دكه واحيانا بيطلع منها، شايفها صداع لو انت مدير فني؟ دي بالنسبه لك صداع ولا دي بالنسبه لك بالعكس دي تعلي لي مستوى الحارس الاساسي؟ طبعا طبعا مش صداع. الخيار الثاني؟ اه طبعا. انا في الاخر انا طول ما في جون بيلعب والجون الثاني رامي الفوطه او انا مش حاطه في حساباتي، اي اصابه اي مشكله هتيجي تحط ايدك على قلبك. ولكن في الاخر طول ما في منافسه، يعني انا كنت فاكر ما كنت في النادي وانا صغير كان كابتن عصام وكابتن نادر جه، ايوه كان مطحنه في التدريب، مطحنه لا يعني كان مطحنه في التدريب، ما كانش صعب يخش يكون حتى في التدريب مطحنه بجد. فانت هنا في نادي الزمالك لا، طول ما في حارسين مستواهم كبير انت كمدير فني هتبقى صعب ان انت تختار، ولكن في الاخر عندك الاوبشن. واحد اتصاب انا من خلاص انا مش مفكر في موضوع الاجوان، لكن لما يكون عندك ثلاثه مش اثنين كبار دي مزعجه اعتقد. طبعا صح. خلينا نتكلم واقعيا. اكيد انا اعتقد ان عواد برضو بيفكر ان هو اكيد يطلع من نادي الزمالك اعاره عشان يروح يلعب، ده طبيعي جدا جدا جدا. اثنين ومعاهم واحد ثالث شاب، لكن ثلاثه كبار هتبقى صداع كبير، لكن اثنين بينافسوا بعض بكل قوه وده هيبقى مفيد لنادي الزمالك ومنتخب مصر في الاخر. انت بتنافس كمنافسه عامه، انت في الاخر اي اصابه حصلت ما تجيش بقى تقول ده الجون ده بقى له فتره كبيره ما بيلعبش، ده مش موجود، ده مش عارف ايه، ده في حد صغير في السن ده وهكذا. يعني ده النادي الاهلي الناحيه الثانيه علي لطفي لما تيجي مثلا الشناوي اتصاب تحس ان في مشكله بتحصل. بيبقى في تفكير كبير قوي من النادي الاهلي، ممكن مستوى الشناوي فوق، ولكن في الاخر لو الشناوي حصل له حاجه انت الناس كلها حتى جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر تبدا تقول لك في مشكله في حراسه مرمى النادي الاهلي. لكن الزمالك باعتقاد مع جبل لو في مشكله هتلاقي جنش عنده الناس كلها عندها الثقه في جنش. ايه المختلف في الشناوي في الموسمين اللي فاتوا عن ما قبل الموسمين؟ ازاي اتطور الشناوي من وجهه نظرك كابتن عادل؟ اتطور على اللي انا كلمتك فيه ان هو ما بيعملش مباراتين كويسين وبعد كده بيريح. لا، الشناوي من مباراه لمباراه بيتعلم الاخطاء، من مباراه لمباراه الشناوي كمان اكتسب حاجه كبيره جدا ان هو بقى عنده صفات القائد. القائد لفريق النادي الاهلي دي بتديك ثقه كبيره، شرط النادي الاهلي بتديك ثقه كبيره. المسؤوليه حتى اللي حاططها عليه الجهاز الفني مع مجلس الاداره دي برده بتديك ثقه ان انت تبقى الحارس الاول لمنتخب مصر، دي برده ثقه اكيد بيكتسبها الشناوي. ويحسب له ان هو محافظ على مستواه ثلاث سنين او داخل في رابع سنه، فان هو يحافظ عشان كده الناس كلها تقول الشناوي الشناوي الشناوي. لكن لما انت بتعمل موسم او تعمل ماتشين كويسين وبعد كده كيرفك بينزل او بتسبب اخطاء او بتبقى مثلا ثغره في الفريق، هنا هتبقى عمرك ما هتسمع الشناوي. لكن الشناوي هو حافظ على مستواه ان هو يبقى مساهم بشكل كبير جدا خارج الملعب وداخل الملعب، ان هو كقائد للفريق وان هو يحقق بطولات وانجازات ويبقى هو سبب فيها في ضربات جزاء او مكسب لفرقته. فاكيد لازم تشوف المستوى دوت. وهو اكيد الشناوي عنده دي بترجع للشخصيه، شخصيه اللاعب هنا هي المنتاليتي او العقليه اللي بيتكلم فيها مجدي، ان ازاي انا بفضل محافظ على مستواي 3 4 سنين. هنا مع الاختلاف اللي انا كنت كلمتك فيه ان انا بلعب ماتشين او 3 ماتشات بعد كده تلاقي كيرفي ينزل ومستواي هبط، لكن حفاظ الشناوي الثلاث الاربع سنين دول على مستواه وان هو كقائد للفريق ومؤثر مع النادي الاهلي، فده اكيد لازم هتشوفه بالمستوى ده. الشناوي هذا الموسم 14 مباراه، 10 مباريات منهم خرج بكلين شيت بدون اهتزاز الشباك على مستوى البطولات المختلفه. فيما يخص الدوري بشكل عام، مين الاقرب لحسم اللقب السنه دي؟ هل الاهلي لسنه جديده على التوالي ولا الزمالك كابتن مجدي قادر على انه ياخد الدوري السنه دي؟ بص، هو لسه بدري عشان نتكلم واقعيا، هو لسه بدري. ولكن انا من وجهه نظري الزمالك مكتمل اكتر، يعني الزمالك مكتمل اكتر. ولكن عليه ان هو يعالج المشاكل اللي عنده. لازم تعالج مشاكل التهديف، لانك انا بقول لك هاني اصعب حاجه في الكوره انت توصل للجول. بس تترجم بقى ده ازاي، هو ده المهم. اهم حاجه في الاخر مهما استحوذت على الكوره 70% و80% واشتغلت وحطت الفرقه في نص ملعبها، الكوره اللي مش في الجول الموضوع كله ملوش لازم. صح. فلازم يعالج الحته اللي هو ناقص فيها وما يكبرش. وما يكبرش، ولكن اللعيبه والمش لا، انا كمدرب انا مسؤول عن كل حاجه. انا كمدرب انا مسؤول عن التدريب، عن المكسب، عن الخساره، عن التعادل، عن لعيبه اتصاب، كل حاجه المدير الفني في الاخر هو اللي بتترجم كل حاجه تحتيه. فلازم ما يكبرش ويشتغل على اللي هو ناقصه. لو اشتغل على الحته دي وبدا الزمالك يهدف من الفرص اللي هو بيشتغل عليها، اعتقد الموضوع هيبقى اسهل بكتير. لما سالت كابتن عادل مين ياخده من الزمالك للاهلي، قال فرجاني نفسه عقده بينتهي بنهايه الموسم، وبالتالي ممكن في اي لحظه يعلن انتقال لاي نادي تاني بنهايه الموسم. الزمالك المفروض يتعامل ازاي مع الملف ده؟ بص، انت كمدير فني للزمالك دلوقتي هتبقى بتطلب ايه من الاداره؟ شائك جدا. طب ازاي شائك ماديا؟
شارك ماديا. انا فرجاني اعتقد هو طالب 60 مليون في التجديد. هتجيبهم منين؟ خلينا نتكلم بواقعنا، هتجيبهم منين؟ هتلم ومش هتلم وبتاع. طب حلو، فرجاني جدد، في لعيبه بعد كده جايه تتجدد. لعيبه كبيره، واحد زي طارق، واحد زي مش عارف شيكابالا، واحد زي بن شرقي، واحد زي احمد سيد زيزو. هيبص، ما هو ده طبيعي، ده بني ادم في الاخر. او لعيب يقول لك انا لعيب دولي وانا نفس القيمه محترف ونفس كل حاجه. انا عاوز اقرب، بلاش 60، عاوز 40، عاوز 30. انت دخلت في فرط كبير جدا في الفرقه. هتخش هتدخل نفسك في مشاكل انت في بس هو في الاول في الاخر يا مجدي ان هو محترف، هو محترف، هتديني فلوسها. ايوه انا ما بتكلمش على فرجاني دلوقتي، انا بتكلم على تبعات اللي ممكن يحصل فرجاني. ايه اللي انت لو دفعته لفرجاني ممكن يحصل بعد كده في الفرقه؟ هيعمل لك مشاكل. انا مع احترامي يعني، انا مع احترامي، بس الناس اللي بتقول احنا نلم، نادي الزمالك اكبر من كده بكتير. انت بتتحرك في بادجت معين، هل هيتناسب معاك؟ هيتناسب مش هيتناسب. لكن حته ان طرح الم ومش الم، لا، انا بشوف ان نادي الزمالك اكبر من الحاجات دي. في مشكله تانية عادل انت مش واخد بالك منها، بتحصل في 3-4 الانديه، انت بتجيب لعيبه او بتصرف اكتر من اللي بيخش لك، فبيجي لك بعد كده في الاخر مشكله. يعني انت بيخش لك مثلا سي 200 مليون في السنه، انت اصلا اوريدي عقود اللعيبه عندك 250 مليون، فبيحصل لك عجز. فتخيل بقى تحط على نفسك كمان حمل كبير جدا جدا جدا، هتدخل المشكله في الفرقه في الفلوس كماديات. وفي نفس الوقت في رجال لعيب كبير جدا جدا والناس كلها بتعشقه، ولكن في الاخر هي نسبه وتناسب. ممكن ما اقدرش ادفع لهرجاني، فربنا يوفقك يا فرجاني في مكان تاني. وفي الاخر زي ما قال عادل، هو لعيب محترف. اللي هيديني هو طبيعي جدا، اللي هيديني فلوس انا هبقى موجود معاه. ولكن انا فرجاني برضو بحب جمهور الزمالك، هل جمهور الزمالك ده ليه قيمه ماديه عند فرجاني ولا لا؟ يعني ممكن اتنازل عن ايه عشان جمهور نادي الزمالك وحب نادي الزمالك والكلام ده كله؟ مش موضوع بس كده. الجانب الاخر علي معلول، يعني علي معلول انا بشوف الراجل، ممكن انا بشوف ان علي حتى لما كان بيمضي كان موافق على اي مبلغ، مش درجة اي مبلغ، مش اي مبلغ، يعني مش مبالغ في طلباته، مش مبالغ في طلباته. لان هو مقدر النادي الاهلي ومقدر حب جماهير النادي الاهلي لعلي، وده سهل حتى عمليه. بس في الاخر مش تقدر تلوم فرجاني على حاجه، مفهوم يعني هو لعيب محترف، مش تقدر تلوم على حاجه يعني. انت انا ممكن انا جاي لي عرض احسن بكتير يفوق عرض نادي الزمالك، انا ما حدش يقدر يتكلم فيه. لكن في الاخر ما تفتحش السقف وما تعرفش تقفله بعد كده، هي دي المشكله. الاهلي اقرب للدوري ولا منافسه الزمالك السنه دي شرسه فممكن يروح لمكان تاني غير الجزيره؟ لا انا اقول لك الاهلي اقرب لاسباب. الاهلي اقرب ان هو بعينه على البطوله، مش مركز مع اي فريق تاني حتى لو منافس. ممكن بعض الشيء انا بشوف ان هو نادي الزمالك في مباريات كتير جدا ممكن تلاقيه مركز مع نتائج النادي الاهلي، فهو ده اللي بياخد منه. لكن طول ما انت بتشتغل وبتشتغل على نفسك وعينك على البطوله، ده اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي. والنادي الاهلي من نوعيه بيقفل صفحاته، يعني بيقفل صفحه افريقيا وبيخش في الدوري، بيعرف يفصل دي كويس. لكن طول ما النادي الاهلي عينه على البطوله هو بيحققها، ما بيركزش مع الزمالك، ما بيركزش مع الحكام، ما بيركزش مع الانتقادات اللي بيتعرض ليها طول الموسم. وعشان كده بقول لك النادي الاهلي اقرب. عايز تضيف حاجه؟ طيب انا بقى عايز اسالكم عن الدوري بشكل عام. هسالك عن بيراميدز الاول. رجع للانتصارات، الكونفدراليه تاهل للدور اللي جاي، مجموعه مش سهله، فيها انكانا وفيها الرجاء البيضاوي المغربي. شايف ايه فرص بيراميدز السنه دي بعد ما وصل للنهايه الموسم اللي فات لكن خسر، انه ياخد البطوله السنه دي؟ لا اعتقد بيراميدز مركز كمان جدا في الكونفدراليه، يعني بطوله مهمه جدا لبيراميدز، وكان زي ما انت قلت كان قريب جدا ان هو ياخدها السنه اللي فاتت كاول مشاركه ليه، وكان هيبقى انجاز كبير جدا. ولكن النادي ماشي بخطه ثابته، شغل احترافي، قافلين على نفسهم، مدير فني محترم، واخد حبه وقت او عاوز حبه وقت كمان عشان يشتغل، لانه خلي بالك جاي على 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 دوري ما يعرفوش تماما. فعشان يفرض اسلوبه ويشتغل مع وشغله مع لعيبه كتيره جايه من بره، مع اللعيبه اللي موجوده جوه، الموضوع بيحتاج وقت. فاعتقد ان هو بدا العجله تدور وبدا نشوف اداء احسن وافضل لنادي بيراميدز، واعتقد ان هم هيبقى منافس قوي جدا في الكونفدراليه. المركز الثالث في الدوري في خطر بالنسبه لبيراميدز ولا بالعكس طموحه لسه في ثاني او اول؟ بص هاني، الدوري المصري عندنا انت ماتشين بيعلوك فوق في السماء وماتشين بينزلوك تحت. ماتشين مكسب لبيراميدز هتلاقيه، انت دلوقتي المصري كان بينافس على الثاني في الوقت الحالي، المقصه بينافس على الثاني في الوقت الحالي. فانت بيراميدز ماتشين يكسبهم هتلاقي بكره لو كسب هتلاقيه ممكن دخل في الثاني. فانت الموضوع مش بعيد، هو الموضوع كله انت عاوز مكسب في مكسب في مكسب في مكسب، الدنيا هتلاقيها مشيت. فتحي كان قراره بالانتقال للاعب مع بيراميدز وهو مصاب طبعا، دخل اعتقد النهارده، النهارده في القائمه دخل. اعلن، لكن الفتره اللي فاتت كان مصاب. هل ده كان القرار الانسب فنيا ولا من واقع اللي شفته ليك راي تاني فنيا لبيراميدز وليه؟
هو هيضيف لبيراميدز اكيد فتحي قيمه كبيره، فتحي خبرات كبيره، ومن وجهه نظره هو شايف ان الخطوه دي هي الايجابيه بالنسبه له، وهي حقق طموحاته ورغباته. لكن كوجود احمد فتحي في فريق بيراميدز في الجبهه اليمنى اكيد اضافه كبيره فنيا، وهيفرق مع الفرقه في وجود العناصر المميزه اكيد داخل. مين اكتر فريق عجبك بعيدا عن الاهلي والزمالك في الدوري الموسم ده؟ سيراميكا. سيراميكا بحب اتفرج على سيراميكا، وخصوصا الكابتن هيثم شعبان. انا من حتى وهو في الدرجه الثانيه كنت انا صديق الحمد لله شخصي ليه يعني، فمتابعه بشكل كويس، وحتى المنظومه بشكل عام المنظومه ناجحه، المنظومه عارفه تدير الموضوع داخل الدوري ممتاز، ما تحسش ان هو فريق لسه جديد في الدوري الممتاز. انا بشوف ان هو الحصان الاسود فريق سيراميكا، وحتى مجموعه اللعيبه الموجوده هي عندها مقومات الفرق الكبيره. حتى دي ده اللي نجح فيه استاذ معتز البطاوي، ان هو يجمع مجموعه اللعيبه دي ان هي عندها خبرات، ان يحط فريق سيراميكا في وضع كويس يليق بالامكانيات الموجوده بالشغل اللي هم شغالينه. كابتن مجدي، بعيدا عن الاهلي والزمالك وبيراميدز، مين افضل؟ سيراميكا برضه. سيراميكا كليوباترا. ايه اللي عجبك؟ الميزه اللي في سيراميكا ان هو اشترى لعيبه وعارف يشتغل معاهم بسيستم. لان خلي بالك انت ما تجيب كميه اللعيبه دي ممكن ما تعرفش تعمل معاهم اي حاجه. تلاقي الموضوع بقى جايب من اليمين وجاي من الشمال عشان تجيب 20 لعيب او 22 لعيب جديد. الموضوع صعب جدا. لا هيبقى صعب كمان فنيا ان انت تعرف تلمهم في سيستم واحد وشغل واحد. واللي عاجبني اكتر ان هو ما بيدافعش، يعني بينزل يفرض اسلوبه، وده مهم جدا. يعني انت في فرق مثلا البنك الاهلي، انت كابتن محمد يوسف جاب كميه صفقات كبيره، لكن في الاخر الفرقه مالهاش شكل هجومي، لها بتنزل من تحت وتشتغل من تحت وتشتغل على المرتدات، فهو بيفرض اسلوبه على اي فرقه بينزل يشتغل معاه. حتى ملاعب النادي الاهلي كان بيحاول يهاجم ويحاول يشتغل، فده ده من وجهه نظري اكبر مكسب موجود لسيراميكا، اللي انت بتفرض اسلوبك وبتفرض شخصيتك وانت لسه صاعد من الدوري. انت خلي بالك اللي صعب الدوري السنه ده هاني الفرق اللي طالعه من تحت. ايوه دايما بتصرف طبعا. يعني مش ضامن مين اللي ينزل تاني. مزبوط. يعني مش ساعات ما الثلاث فرق بتطلع بينزلوا تاني، انت عارف اخر السنه اللي هم ينزلوا عشان ما صرفوش او ما جابوش مدربين وما جابوش لعيبه. لكن دلوقتي انت محتار مين اللي ينزل ومين يطلع، وفرق كتير جدا موجوده تحت. يعني بدليل ان حتى الان ولا واحد من الثلاثه اللي لسه صاعدين موجودين في المؤشره. يعني دلوقتي عندك اسماعيلي ودجله وانتاج حربي، اللي بيصرف اللي بيصرف هيلاقي. عشان هم اشتغلوا فعلا بيصرف هيلاقي. زي ما اشتغلوا فعلا ان هو بقى بيعمل عقود زيه زي الفرق الكبيره، فبيجيب مجموعه اللعيبه اللي هي مثلا الاهلي والزمالك والاسماعيلي وانبي، بقى مجموعه اللعيبه دي عنده، والتوليفه كمان اللي اختارها يعني ماشيه مع بعضها كويس. كابتن احمد عادل نجم الاهلي السابق، نورتني وانبسطت جدا بوجودك معايا. حبيبي انا انبسطت جدا، انا كنت معاك النهارده ومع كابتن احمد. كابتن مجدي نورتني، انبسطت جدا كالعاده بوجودك. حبيبي يا هاني، حبيبي مبسوط معاك جدا ومع ابو حميد. شكرا ليكم. حبيبي شكرا ليكم انتوا كمان كالعاده، نورتونا في حلقتنا النهارده من الماتش، ودي كانت اخر حلقات هذا الاسبوع. وبناء عليه نلتقي يوم السبت المقبل في اولى حلقات الاسبوع الجديد، حلقه خاصه جدا هتكون من مدينه الاسماعيليه في المحافظه، ومع اللاعبين ومع الجهاز الفني ومع اجواء الجمهور، وكيف يرى الموقف الحالي للدراويش بعد 13 مباراه جمع فيهم فقط 9 نقاط. خليكم معنا يوم السبت في انتظاركم. الى اللقاء.